مساء الخير. في موضوع حصل امبارح وانتهى تقريبا، لكن القضية نفسها لم تنتهي والجدل حواليها لا يزال مستمر. القضية عنوانها الشيخ محمد متولي الشعراوي والفن. واللي حصل ان إيهاب فهمي رئيس المسرح القومي كان بيتكلم في مؤتمر صحفي عن خطة الأمسيات الفنية الرمضانية، وقال ان كل أمسية هتكون عن شخصية من الشخصيات المصرية البارزة، وضرب مثال بالدكتور أحمد زويل وبالشيخ الشعراوي وغيرهم من مشاهير مصر في كل المجالات. من هنا ابتدت الأخبار تتنشر عن عرض مسرحي في المسرح القومي بيحكي سيرة الشيخ الشعراوي، وتقال كمان إنه كمال أبو ريا هيجسد هذه الشخصية الدينية الشهيرة. وهنا حصلت ضجة كبيرة باسم الفن، في كتاب ومفكرين ونقاد رفضوا وجود مسرحية عن الشيخ الشعراوي، والموضوع وصل لتقديم طلب إحاطة في مجلس النواب. لكن اللي حصل بعد كده إن وزيرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني نفت تماما وجود أي مشروع لمسرحية عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، وقالت إنه في لجنة هي اللي هتختار أسماء الشخصيات اللي هتظهر في الأمسيات الرمضانية، وإن الاختيار هيكون لشخصيات تنويرية ساهمت في إثراء الثقافة المصرية. لكن السؤال هنا، ليه في فنانين وكتاب ومثقفين ممكن يرفضوا أي عمل فني مقترح عن أي شخصية؟ ما يوسف وهبي مثلا قدم زمان شخصية إبليس نفسه على المسرح ومفيش حد اعترض، وإحنا دايما بنسمع من نفس المعترضين دول إن الفن والإبداع بلا حدود. فإيه اللي بيمنع تجسيد شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي على المسرح؟ وليه الاعتراض على شخصية ارتبطت في وجدان المصريين من سنين طويلة بحديثه الأسبوعي يوم الجمعة وبطريقته البسيطة في شرح معاني القرآن الكريم؟ في ناس قالوا إنه آراء الشيخ الشعراوي ضد الفن هي سبب هذا الاعتراض، في ناس قالوا إن آراءه في بعض القضايا اللي بتخص المرأة هي السبب، أو إن السبب هو موقفه المشهور في حرب 67 لما سجد لله شكرا بمناسبة يعني إنه مصر لم تجتاز هذه الحرب. في ناس كمان توقفت عند استشهاد الشيخ الشعراوي بمقولات لسيد قطب الرمز الإخواني المعروف. تعددت الأسباب ونختلف أو نتفق عليها، لكن إحنا في النهاية بنتكلم عن إنسان، هو إنسان بيخطئ وبيصيب، وكل بني آدم خطاء، وكل إنسان مهما على شأنه هو مين كان في هذه الدنيا لازم يكون عنده أخطاء، ولازم نلاقي في حياته جوانب إيجابية وجوانب سلبية، وإلا هيكون ملاك بقى أو إنسان معصوم من الخطأ أو يعني مقدس. وطبعا الاعتقاد بقدسية أو عصمة أي إنسان عادي هو اعتقاد ضد الدين أصلا. في ناس في حياتنا ليهم مكانة خاصة، أكيد ممكن نحترمهم، ممكن نقدرهم، نبجلهم، لكن مش ممكن أبدا نقدسهم ونعتبرهم معصومين من الخطأ، معصومين من النقص أو الخطأ. هنا بقى بيجي السؤال المهم، هل لو في عمل فني اتقدم عن شخصية دينية مشهورة ومحبوبة من الملايين زي شخصية الشيخ الشعراوي هيتقدم بشكل موضوعي؟ يعني هيقدر هذا العمل يقدم الصورة الكاملة بإيجابياتها وسلبياتها؟ أشك، وأشك بشدة، لأنه لحد النهاردة مفيش عمل فني مصري واحد عن شخصية من رموز الحاضر أو الماضي إلا ورسم صورة أسطورية غير واقعية لهذه الشخصية، صورة ملائكية مفيهاش غلطة واحدة. وده بصراحة مش دور الفن، سواء كان مسرحيات أو أفلام أو مسلسلات، لكن يمكن يكون دور الاحتفاليات، لأن الفن لازم يقدم حاجة كده نتعلم منها، حاجة تخلينا نفكر، تخلينا نقول ده صح وده غلط. عشان كده يمكن هالة القداسة حوالين شخصية دينية مهمة زي الشيخ محمد متولي الشعراوي هي السبب في حالة التحفظ أو الرفض لتقديم شخصيته على خشبة المسرح، وخصوصا أنه في حالة جدل بتتكرر من فترة للتانية حوالين بعض آراء ومواقف الشيخ الجليل، اللي حتى في شيوخ أجلاء أيضا مش متفقين معاها على طول الخط. الحقيقة أنا نفسي يعني شوية مستغربة
من هذا الجدل الكبير، ونفسي نوصل لمرحلة نقدر فيها نتخلص من المنظار اللي بيخلينا نشوف بعض الشخصيات العامة أو التاريخية بالأبيض والأسود، لأن البشر بشر مش ملايكة ولا شياطين. مصر جديدة، أهلا بكم. معنا على تليفون الفنان الكبير كمال أبو ريا. كمال أبو ريا، يا مساء الخير. وهل فعلا اتعرض عليك أنك أنت تجسد شخصية الشيخ الشعراوي بس أنت اعتذرت؟ اعتذرت لأسباب غير اللي حضرتك طرحتيها دلوقتي، أو بصرف النظر عن وجهة نظرك يعني في الشخصيات اللي ليها يعني تاريخ اللي ليها أمجاد في حياتنا، كيف تعرض وكيف يتم تناولها. لكن أنا اعتذرت لأنه أنا عندي مسلسل واخد كل وقتي، عندي مسلسل كبير، مسلسل لوكيشن كبير، ممثلين كتير، مشاهد متعبة، فما عنديش وقت. كلمني الأستاذ إيهاب فهمي مدير مصرح القومي، وإيهاب يعني أخويا الصغير وصديقي يعني، قلت له هذا أنا عارفة كذا كذا، فقلت له أنا مش هقدر. وفوجئت إن هم عاملين مؤتمر صحفي وإن هم بيقولوا إن أنا معاهم رغم إن أنا اعتذرت للأستاذ إيهاب أصلا يعني. يعني لو ما كانش عندك المسلسل اللي أنت بتعمله دلوقتي كان ممكن تقدم الشخصية، ما عندكش أي رأي يعني؟ يعني هي شخصية طبعا يعني عليها شوية جدل وعليها شوية إشكاليات، لكن هو في النهاية يعني كان ممكن يبقى التناول هو اللي هيحدد يعني طريقة الكتابة والتناول والطرح، هو اللي كان هيقول اعمل الشخصية ولا ما اعملهاش. طبعا الشيخ الشعراوي قيمة كبيرة جدا وليه مكانة متميزة في حياتنا، ومين فينا ما كانش بيسمع حديثه الأسبوعي بتاع يوم الجمعة وهو بيفسر القرآن الكريم، ولكن أكيد هناك بعض الجدل وهناك بعض الاختلافات حوالين بعض آرائه خصوصا فيما يتعلق بالسياسة. مفيش كلام. طيب ليه انت شايف انه ممكن يكون بعض الناس من اهل الفن ممكن يكونوا معترضين او هبوا كده لما قالوا انه الشيخ الشعراوي هيتجسد مسرحيا، رغم انه قبل كده اتعمل مسلسل وكان مسلسل حلو جدا جسده حسن يوسف، وكان محمد فؤاد عامل تتر حلو جدا، يعني كنا بنعيش مع المسلسل من اول التتر. انا برضو زي ما حضرتك بتقولي كده، انا اتفاجئت ان فيه يعني في معارضه شديده. يعني الامر لا يستدعي هذا يعني الرد الفعلي العنيف يعني تجاه ان احنا نقدم حاجه عن الشيخ الشعراوي، حتى لو كان حواليه يعني خلافات او في بعض الاراء بتقول ان هو يعني متزمت تجاه الفن او الفنانين او له تفسيرات يعني مستوحاه من اخرين احنا ما بنحبهمش او بينا وبينهم يعني عداوه، يعني ايا كان. انا ما يعني لاحظت ان الرد الفعلي كان عنيف شويه يعني. بالظبط، ما يوسف وهبي يعني زمان جسد ابليس شخصيه. في النهايه هو شخصيه كاريزميه جدا والناس بتحبه، واستاذ لغه، ويعني وده ساعده كتير جدا في تفسير القران بطريقه بسيطه وسهله بتوصل للناس، ودي اشياء تحسب له يعني. بالظبط، يعني اذا كنا نجسد في الفن شخصيه ابليس مش هنجسد شخصيه يعني قيمه دينيه مهمه جدا ليها مكانه في قلب مش كل مصري، في قلب كل عربي بما له وما عليه. انا عملت شخصيه ابليس قبل كده. بالظبط. طيب كنت بقى كنت بعمل الاثنين. ايوه، انا عملت فيلم اسمه عزيز ومحدش اعترض لما عملت ابليس، لكن يعترض وبتعمل الشيخ الشعراوي، غريبه والله. لا، انا لو كان اتعرض عليا النص ولقيت ان الطرح يعني موضوعي وبيدي كل طرف حقه ما كنتش قلت لا، بس انا ما كانش عندي وقت والله. عارف هو المشكله ايه؟ انه فعلا بعض الاعمال الفنيه اللي بتجسد الشخصيات المشهوره بتخلي في هاله حوالين الشخصيه، كانه الشخصيه دي يعني ملاك، كانه شخصيه مقدسه، كانه ما بيغلطش، وده مش واقعي ومش حقيقي. لا يعني احنا الشخصيات اللي ليها زي ما حضرتك يعني ليها قيمه كده ووزن في التاريخ، لما نقدمها لو جملناها شويه ما يجراش حاجه، لان احنا شويه بس في احداث تاريخيه معروفه ما اقدرش اتجاهلها. لا نزيف التاريخ طبعا. يعني لا نزيف التاريخ، لكن يعني اذا كان في بعض العيوب البسيطه في الشخصيه وتغاضين عنها، انما لو اشياء يعني تمس يعني اشياء مهمه يعني في المجتمع وقتها وتغاضين عنها يبقى ده غلط. بالظبط كده. يعني انت مع ولا ضد تجسيد شخصيه الشيخ الشعراوي مسرحيا؟
والله يعني ما يعني هذا يتوقف على النص المكتوب، يعني انا ما قريتش، لكن شخصيه الشيخ الشعراوي شخصيه يعني جديره بانها تطرح دراما تلفزيون زي ما عملها الاستاذ حسن يوسف، ما اتعملت او تتعمل على المسرح. وهناك شخصيات اخرى، لا نغفل ان هناك شخصيات اخرى كثيره مهمه جدا، يعني زي ما قال الاستاذ طارق الشناوي، وفي احمد زويل، وفي اكثر من شخصيه زي محمود المسال، محمود مختار، زي محمد طلعت حرب صاحب يعني النظريه الاقتصاديه الوطنيه الحقيقيه، يعني اول واحد ياسس الاقتصاد مصري حقيقي. يعني في شخصيات كثير مهمه، يعني يعني انت شايف انه في شخصيات اكثر اهميه ليها الاولويه والله الاول في انها الوقت اللي احنا تتجسد؟ في الوقت الحالي، يعني في الوقت الحالي فعلا في شخصيات قد يكون طرحها مفيد في الظرف، مثلا الاقتصاد اللي احنا بنعاني منه، الاقتصاد العالمي اللي احنا شايفينه قدام عينينا، في ظرف زي الحروب والمنازعات اللي موجوده في بعض المناطق في العالم. ففي شخصيات كتير يعني كان ممكن تتعرض في وقت في التوقيت ده، يعني ممكن تطرح في التوقيت ده تكون افيد. يعني من فقه الاولويات، يعني ان احنا نشوف الشخصيات اللي هتكون بالظبط اكثر افاده لينا في قضايانا المجتمعيه اللي احنا عايشين بالظبط فيها دلوقتي. بالظبط. طيب انا عايز اعرف قبل ما اقفل، انت ايه المسلسل اللي بتعمله؟ بعمل مسلسل انتاج شركة العدل واخراج محمد العدل، وبطولة نيلي كريم وجمال سليمان وانا ومجموعة من الممثلين الممتازين، ومسلسل له تأليف الدكتور مدحت العدل. ده جميل بقى، هيبقى المسلسل ده اسمه عملة نادرة. حلو. دورك فيه ايه بقى؟ فندم دورك فيه ايه؟ دوري حلو يعني، ما انا عارفه شوفوه اكيد بقى. كمال ابو رايه كده هيبقى دوره حلو من غير ما انا نحرق، ممثل بس كويس دورك ايه؟ والله لسه، يعني لا انت تلاقيه. ازاي بقى، انت ممثل كبير واحنا بقالنا كتير بنتكلم، محتاجينك بقى معانا هنا في الاستوديو، ومحتاجين نتكلم معاك في كلام كتير جدا. ان شاء الله بس باذن الله. قول لي يعني ايه، يعني لا اي شخصيه ملامح على مهمه، الدور؟ يعني شخصيه مهمه، يعني ليها في احدى النجوع الصعيد، حد ليه ومؤثر في الاحداث، وشخصيه مهمه يعني. طب حلو قوي. طب المداح ثلاثة؟ لا المداح ثلاثة ما بعتوليش السنة دي، ما حدش اتصل بي. تمام. كان طيب المفروض ان هم يكلموني، لان انا المفروض يعني الجزء اللي فات يعني كان بيوحي ويؤكد ان انا موجود في الجزء اللي جاي ده، بس عشان اتخانقت معاهم السنة اللي فاتت هم خدوا على خاطرهم يعني. ما انا عارفه انهم كانوا كلموك، قالوا انهم هيكلموك او كلموك حاجه كده يعني. بس احسن يعني. مبسوط انت؟ مش عاوز تروح المداح ثلاثة؟ خليهم يهيصوا، هم يمثلوا براحتهم. انت انشغلت بقى بعملة نادرة، اوعى تكون الدولار. لا ما اتعرض السنه دي، عندي شغل كتير، انا معروض عليا شغل كتير، بس انا اخترت ده يعني الحمد لله. لا انا قصدي العملة النادرة، اوعى تكون الدولار. هو ماله. يا ريت، نتمنى ان شاء الله، ان شاء الله الدولار هيتوفر وبلدنا ان شاء الله بخير، ومصر دايما بخير، أكيد وعمرها ما يعني ربنا ما هي يعني ما يخذلنا ابدا يعني. مصر خير بولادها الجدعان بجد اللي عارفين قيمة مصر في كل الأوقات. طبعا بلدنا بنحبها، ما فيش اغلى منها، طبعا. مفيش اغلى من بلدنا. طيب انا والله مبسوطه جدا ان انا يعني كنت الله يعني يخليك يا هاني، بكلمك النهارده، واكيد الله لينا يخليك لقاء بقى قريب هنا في الاستوديو عشان نتكلم كتير بقى على حاجات كتير، وهعرف بقى ان شاء تفاصيل الله. عن دورك في عملة نادرة. حاضر ان شاء الله، خلاص ان اتفقنا. شاء الله تقولي. اشكرك شكرا جزيلا، وربنا يوفقك ان شاء الله. الفنان الكبير كمال ابو ريا اللي قال ان هو لن يجسد شخصيه الشيخ الشعراوي لانه مشغول بدوره المهم في مسلسل عمله نادره مع نيلي كريم ومع شركه العدل جروب ومن اخراج محمد العدل. والحقيقه خليني هنا اؤكد في النهايه، الشيخ الشعراوي شخصيه دينية وقيمة مصرية مهمة جدا لا يمكن إنكارها. مفيش حد تقريبا فينا ما بيحبش الشيخ الشعراوي، مفيش حد ما كانش مهتم جدا وشغوف جدا انه يسمع درسه الديني المهم والمحبب للقلب جدا، من اول التتر لغايه صوته وهو بيتكلم وهو ماسك كتاب القران الكريم وقاعد بيفسر بطريقه يعني تخلينا نحب التفسير اللي هو بيقوله، ونحب تفسيراته للغه العربيه وازاي اتقانه للغه العربيه وتفقهه
في القرآن الكريم وفي الدين، ولكن بالتأكيد أن هناك بعض الآراء السياسية أو بعض الآراء الاقتصادية التي كانت أحيانا غير موفقة. فيعني ما نقدرش ننكر أنها الشيخ الشعراوي ما كان بيتكلم في الدين وفي كتاب الله يعني كنا بنحبه جدا، لما بيتكلم بقى في السياسة والاقتصاد والكلام ده أحيانا كان بيجانبه التوفيق. وده مش معناه خالص أن احنا نرفض تجسيد شخصية الشيخ الشعراوي، لأنه احنا أصلا الفن دوره أن احنا نقدم الشخصيات بما لها وما عليها، ودي الدراما. لو احنا الشخصية كلها حاجات حلوة كلها ماشية كده، هيبقى فين الدراما اللي موجودة؟ طبعاً يعني إحنا مش مع اللي بيرفض تقديم أي شخصية، أي شخصية من الشخصيات، مش مع ده. إحنا أي شخصية من الشخصيات بدام حياتها فيها ثراء، حياتها فيها دراما، حياتها فيها مواقف كتير تستحق إن إحنا نتوقف عندها ونسمع عنها ونشوفها، فما نشوفها. ولكن فعلاً أنا مستغربة شوية من الهجمة الكبيرة اللي حصلت لما الناس عرفت إنه الشيخ الشعراوي هيتم تجسيد شخصيته على المسرح. أنا مستغربة جدا، خصوصا أنه ما حصلتش الهجمة دي ولا الأزمة دي من كام سنة، يمكن من كام سنة، مش فاكرة 2009 ولا 2008، مش فاكرة والله. كان في أحد الرمضانات قبل 2009، قبل رمضان 2009، لما اتعرض مسلسل الشيخ الشعراوي اللي جسده حسن يوسف، وكان مسلسل أكتر من رائع، وما حصلش أي مشكلة خالص صحفيا ولا فنيا ولا حد قال ليه بتجسده شخصية الشيخ الشعراوي. طيب النهاردة الكل بيتكلم عن شهادة 25%، ودي شهادة أعلن عنها النهاردة البنك الأهلي وبنك مصر، ودي شهادة بتدي عوايد في السنة الواحدة ربع قيمة مبلغ الشهادة. يعني بالشهادة دي اللي مثلا حاطط فيها 100,000 جنيه، ال100,000 جنيه دولت هيبقوا بعد سنة 125,000 جنيه. بالنسبة للي عايز ياخد عوايد الشهادة كل شهر هتكون النسبة 22.5%، يعني برضو نسبة عالية جدا. الشهادة الجديدة أي حد يقدر يشتريها من النهاردة، سواء عن طريق، طبعا النهاردة خلاص البنوك قفلت، بس ممكن بالتطبيقات الإلكترونية، يعني ممكن من بكرة بقى اللي عايز يروح البنك يشتري. طبعا الناس اللي عندهم مدخرات في البنوك هيستفيدوا كويس جدا من عوايد هذه الشهادة، ويمكن ده اللي بيهم بعض الناس. لكن في نفس الوقت في ناس تانية يعني هتفكر في انه زيادة نسبة عوائد الشهادات بيعتبر جزء صحيح من السياسة المالية للبنك المركزي، وهذه السياسة ليها اهداف، منها تحرير سعر الجنيه، القضاء على السوق السوداء للدولار، ومواجهة التضخم والتشجيع على الاستثمار في الجنيه المصري. كل دي اهداف مهمة هنشوف مردودها ان شاء الله الايام الجاية. بس بقى اللي كنت بقوله من شوية، في اسئلة كتير بتهم بعض الناس اللي عندهم شهادات بنسب فايدة اقل. والسؤال الأزلي، لو كسرت الشهادة القديمة واشتريت الشهادة الجديدة هكسب ولا هخسر؟ ودي بقى حسبة بيرما بتاعت كل مرة، يعني بتظهر فيها شهادة ليها عوائد كبيرة. طيب معانا على التليفون الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور عبد المنعم أهلا بحضرتك معانا في مصر الجديدة، وخليني أبدأ معاك من الشهادة الجديدة اللي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر، شهادة 25%. إيه أهمية هذه الشهادة في الوقت الحالي، وإزاي ممكن تساعد في السيطرة على التضخم؟ مساء الخير أولا، وأهلا بحضرتك. الشهادة اللي طرحها البنك المركزي كان متوقع، البنك الأهلي وبنك مصر هي كانت شهادات متوقعة. يمكن بعد تعليمات البنك المركزي برفع الفايدة 300 نقطة اللي هي 3% خلال الأسبوعين الماضيين، كان متوقع أن يقوم البنوك المصرية الوطنية بعمل شهادات استثمارية بعائد أعلى. طب الهدف منها إيه؟ أول عندي حاجتين مهمين جدا. إحنا عندنا نسب تضخم معلنة في الدولة المصرية من جهاز المركز الإحصاء والتعبئة أن نسب التضخم في مصر في حدود ما 20 إلى 21%، ده لغاية نوفمبر 2022. لسه فاضل شهر ديسمبر اللي هيكون برضه في هذه الحدود او اعلى تقريبا ب 1% او 2%. فلازم يكون هناك يعني مجال او قطاع ادخاري استثماري يحافظ على القوة الشرائية للجنيه للناس الحاصلين او التي لديهم مدخرات. انا النهارده لو انا عندي 100,000 جنيه بالتضخم اللي هو 20% اصبحوا قيمتهم او القوة الشرائية بتاعتهم تعادل 80,000.
فكان لازم يكون هناك مجال للادخار او للاستثمار عن طريق شهادات استثماويه تتيح لي ان انا احافظ على القوى الشرائيه لهذه القيمه اللي عندي الخاصه بالجنيه المصري. فدي كانت مهمه. النقطه الثانيه ان انا عايز اسحب السيوله من داخل السوق المصري عشان يكون عندي طلب يقل على السلع وبالتالي اقلل التضخم اللي هو زياده الاسعار عن طريق ان انا احافظ بشكل على ان الطلب يكون قليل فبالتالي الاسعار او المعروض من السلع يكون ما عليهاش طلب كتير وبالتالي يبدا التجار ويبدا الصناع انه يخفض السعر السلعه اللي موجوده داخل الاسواق المصريه. طيب ده كان نوع. اي لكن ايضا من شهادات الاستثمار ديت ان انا ايضا كدوله عايز اكون عندي سيوله داخل البنوك بشكل اكبر بشكل افضل كسيوله بنكيه تكون موجودة داخل الأسواق المصرية أو داخل البنوك أو الجهاز المصرفي المصري تكون متواجد سيولة والشهادات دي على فكرة مدتها سنة واحدة فقط. أي. يعني هو يبقى بحسابات التقديرية إن هيكون عملية التضخم دي لن تزيد عن 5 أشهر أو 4 أشهر قادمين. تمام. ويكون فقط الباقي ده تعويض لما تم تخفيضه من القوى الشرائية للجنيه المصري. طيب في السؤال بقى السؤال المليون جنيه، السؤال اللي بيهم ناس كتير ممكن يكونوا بيتفرجوا علينا دلوقتي، كسر الشهادة. أنا لو عندي شهادة في البنك وباخد عليها نسبة 10% فوائد ولا 12% 13% بالكتير دلوقتي في 16% وعايز أكسر الشهادة دي علشان أعمل الشهادة ب 25% هكسب ولا هخسر؟ السؤال ده النهارده يمكن يعني الأكثر بحثا في جوجل. طبعا 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 لازم يكون فات 6 شهور عشان تعرف تكسر الشهاده. صحيح. ده واحد. النقطه الثانيه لو انا باخد او قايم بعمليه الفايده اللي هي منخفضه كانت 10% او 12% لا اكسر الشهاده وحولها الى مدخرات لمده سنه ب 25% هيكون اكسب لحامل الشهاده. لكن لو الشهاده بسعر 16% ونسبه الخساره من الفايده بيتم حسابها. يعني انا لو حاطط بالبلدي كده 100,000 جنيه على 16% ورحت البنك اللي انا حاطط فيه ال 100,000 جنيه ده وقلت له لو كسرت الشهاده قال لي هديها لك مثلا ناقص ال 100,000 ناقص مثلا 5,000 جنيه لا اكسر الشهاده. لكن لو قال لك لا هتخسر 20% لا ما تكسرش الشهاده وحافظ على الفتره المتبقيه لان في الاخر اخر المده هتكون انت العوائد بتاعتك معادله لل 25%. يعني انا لو شهادتي 10% 10 او 12 لا اكسويها على طول ما فكرش 10 او 12 لا ما تفكريش 14 14 نبدا السؤال لازم نسال سؤال ما هي المده المتبقيه على نهايه الشهاده؟ وهل الشهاده دي سنويه ولا شهاده 3 سنين؟ لان الثلاث سنين احنا برضه عندنا نقطه مهمه ان الشهادات المطروحه حاليا مدتها سنه واحده فقط. ممكن شهادات ل 14 3 سنين. يعني دي نقطة برضه مهمة. أنا باخد في الثلاث سنين باخد عائد 14 في لمدة 3 سنوات يعني باخد حوالي 30 باخد 42% في الثلاث سنين. لكن في ديت هاخد 25% فقط لمدة سنة. بعد كده الله أعلم هل هتستمر لسنة أخرى ولا هتنزل تاني ترجع ل 14%. تمام. فانا لو عندي حاجز للشهاده لمده سنه او متبقي فيها سنه وانا عندي ب 14% وهخسر فيها نسبه تعادل 2% 5% 4% يعني في حدود لا تزيد عن 5% لا انا اخسر الشهاده واحط فلوسي في الشهاده الجديده الادخاريه لمده سنه لو انا محتاج السيوله بعد سنه. لكن انا اسره معيله وحاطط مكافئتي لمده 3 سنوات ورابطها لا خليك في ال 25 في ال 14 لان انت هتستفيد على الثلاث سنوات 42% مش هتاخدهم الا 25 فقط لمده سنه. اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. طيب امبارح كنت هنا مع حضراتكم بتكلم عن المنزل الفريد للاديب الراحل العبقري عباس محمود العقاد، ومن هنا نشدت محافظ اسوان وايضا وزاره الثقافه انه نروح نشوف البيت ده ونرممه بسرعه في اسرع وقت علشان كل وقت بنتاخره
ممكن يحصل ضرر أكبر على هذا المنزل المهم جدا في تاريخنا. خلينا نشوف امبارح حصل إيه وارجع أكمل مع حضراتكم. مصير هذا البيت، بيت عباس محمود العقاد، لسه متعلق، مفيش حتى هذه اللحظة قرار رسمي عن هذا المصير. وهنا مهم جدا ان احنا نرجع لتوصيات اللجنة الدائمة لحصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز والمباني غير الآيلة للسقوط. اللجنة بعد معاينة بيت العقاد طلبت سرعة التدخل عشان البيت يترمم كقيمة تاريخية مهمة، وطلبت انه يبقى في دراسة لإمكانية تحويل الدور الأرضي من البيت لمتحف ولمزار ثقافي وسياحي، خصوصا انه الأديب الراحل عباس محمود العقاد عاش في هذا البيت في أيامه الأخيرة. هذه التوصيات المهمة وخصوصا يعني التوصية بسرعة ترميم البيت لازم تكون هي أساس أي قرار يخص هذا المبنى اللي عاش فيه هذا الأديب الكبير، وخصوصا أن المبنى اللي مساحته 220 متر اتبنى على طراز معماري متميز. هذا البيت يستحق كل الاهتمام وبيستحق عملية إنقاذ سريعة كده، لأنه هذا البيت جزء من الذاكرة بتاعتنا، جزء من تاريخنا، جزء من تراث النهضة الأدبية المصرية، جزء من مشوار الريادة الثقافية المصرية. ده كان امبارح. النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيستجيب للمناشدات الكتير اللي طلبت بالحفاظ على بيت الاديب الراحل عباس محمود العقاد في اسوان. الدكتور مدبولي قرر انه الاتجاه يكون لترميم البيت مش هدمه. الحقيقه خبر مفرح لينا شخصيا، لانه لسه كنت بقول لكم زي ما انتم شفتوا كده امبارح فتحنا الملف المهم ده واتكلمنا مع واحد من افراد اسره الاديب الراحل بعد ما لقينا بعض الاخبار عن قرار باخلاء البيت عشان يتهد بعد كده، لكن حل مشكله هذا البيت التاريخي جت خلاص بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنه عليا مشتركه من جامعه القاهره ومركز بحوث الاسكان والبناء والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه عشان يعينوا بيت الاديب الراحل عباس محمود العقاد. معانا على تليفون اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. سيادة اللواء أشرف، أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة. وبداية، إمتى اللجنة هتبدأ عملها في ترميم، أو أولا في معاينة البيت من أجل ترميمه، ونبدأ نشوف خطوات على الأرض ملموسة؟ أولا طبعا بداية تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك، منورنا. واهتمامك طبعا بهذا الموضوع، لأن احنا بنتكلم عن قيمة وقامة، ومحافظة أسوان يعني بتعتز طبعا بهذا الكاتب والأديب عباس محمود العقاد. وبالتالي أكيد 100% ده كان برضو اتجاه عام للدولة. يعني يمكن لما طلعت اللجنة وقررت أن يحصل إزالة لهذا المنزل، كان اتجاه السيد رئيس الوزراء صراحة وبوضوح العمل على الترميم وليس الإزالة. وهذه اللجنه اللي حضرتك اتكلمت عنها دلوقتي، ان شاء الله احنا في اطار يعني تحديد التوقيت، ولكن عايز اطمن حضرتك ان احنا من البدايه خالص واحنا عندنا اصرار على ان احنا نعمل ترميم وليس ازاله. طبعا حضرتك عارفه ان يعني احنا بنبقى اهم حاجه عندنا ارواح المواطنين بغض النظر عن اي شيء، ولكن لو في امكانيه وان شاء الله ده يحصل ويبقى مجموعه الخبراء اللي هيكونوا موجودين معانا يقدروا يحققوا لنا هذا، شيء هيبقى عظيم جدا. لكن ده مش معناه ان التقرير يعني ما هوش واضح، لا التقرير واضح، التقرير ان في مشكله في المنزل وان في بعض الشروخ المؤثره، فبالتالي احنا يعني برضو احنا بنتكلم عن حفاظا على ارواح المقيمين في هذا المنزل. في حد مقيم في المنزل ده؟ اه من الاسره، يعني لان يعني الله يرحمه الاديب عباس محمود العقاد لم يتزوج ولم بالتالي لم ينجب. فبالتالي دي اسره، وطبعا احنا كلنا بنعتز بالمقتنيات اللي موجوده في هذا المنزل، وانا طبعا اكثر من مره رحت وشفت المقتنيات اللي موجوده. وعايز اطمن حضرتك ان عباس محمود العقاد له اكثر من تمثال. احنا شايفين اهو فعلا صوره لحضرتك جوه البيت النهارده. بالظبط، انا عايز اطمن حضرتك ان في حاجه مهمه، ان هو له اكثر من تمثال، اثنين تمثال موجودين في اسوان، قصر ثقافه العقاد اللي موجود
في بعض المقتنيات بتاعته وكتبه ومفكراته وكل الحاجات البسيطة الخاصة به اللي كان بيستخدمها. بالتالي المتبقي حاليا في المنزل بعض المتبقيات البسيطة الموجودة حاليا دلوقتي في يعني فيما يخص المنزل الخاص به. ولكن احنا في كل الحالات هو منزل الكاتب عباس محمود العقاد اللي احنا عايزين يستمر هذا المكان ولا يزال، ولكن بالاسلوب العلمي اللي امر به السيد رئيس الوزراء. طبعا تفاهم كامل للموضوع، والسيد رئيس الوزراء يعلم جيدا يعني ان شاء الله ان اللجنه اللي هتطلع دي هيبقى فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال اللي هيقدر يدي القرار النهائي ان شاء الله. ونتمنى ان يكون القرار النهائي زي ما قال السيد رئيس الوزراء العمل على الترميم طبعا. ثم الترميم بالضبط. ولكن اذا لم يتحقق هذا فارواح المواطن تهمنا. يعني هو دلوقتي لو حصل ترميم هيرجع بعد الترميم يسكن في نفس الاسره اللي موجوده؟ ما هم يعني هو البيت 2 دور. ولا اصلا انا سمعت انه في اتجاه ان الدور الاولاني يبقى فيه متحف او مزار. بالضبط كده، هو ده الاتجاه العام له. احنا نتمنى ان شاء الله ان يتحقق هذا، وده اللي احنا بنشتغل عليه. تمام. ملكيه المنزل هتعود لاسره عباس محمود العقاد ولا هتروح لوزاره الثقافه؟ والله حضرتك هذه الامور انا بتكلم فيما يخص الترميم او الازال. لكن الاجراءات اللي هتتم احنا في كل الحالات الدوله بتبص لهذا الموضوع برضو بمنظور اخر، بمنظور ان احنا بنتكلم عن قيمه وقامه ما تتكررش كتير في الدوله المصريه. فاحنا بنتكلم على ان يبقى في مكان خاص بمكان، يبقى فيه زي مزار كبير، يبقى فيه عدد من السياح يشوفوا ابنائنا يجوا يعرفهم كان فين وكان عايش فين الكاتب الكبير عباس محمود العقاد. وفي نفس الوقت الاجراءات الخاصه بموضوع نقل الملكيه ومش نقل الملكيه، دي اجراءات ممكن اعتقد مش هتبقى هي ديت القضيه. القضيه في الترميم في الاساس. وان شاء الله يعني ما يحصلش يبقى في اي تناقض ما بين اتجاهنا والفكر بتاعنا وفكر الورثه. فده ما اعتقدش ان احنا ان شاء الله يبقى في تعاون، لانه احنا في النهايه كمصريين يهمنا جدا انه يكون منزل الاديب الراحل صاحب العبقريات عباس محمود العقاد يفضل موجود. واحنا طبعا اعتدنا انه حضرتك يعني بصراحه يعني ليك باع كبير في الجانب الثقافي ومهتم جدا بالجانب الثقافي حتى من قبل ما تكون محافظ. اشكرك استاذ انجي، بس انا اعلم جيدا ان الدولة مهتمية جدا بالبقاء على هذا المنزل، وان احنا مفيش اصلا يعني نية للازالة. ولكن زي ما قلت لحضرتك الترميم اساسي ثم الترميم. اشكر ولكن حضرتك. احنا بنتكلم على ان طب ده لو ما حصلش يبقى احنا هنطمئن على وجود ارواح في هذا المنزل. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. لكن ان شاء الله المجموعه اللي تم تشكيلها واللي امر بيها السيد رئيس الوزراء وكلام محدد وحدد الجهات وحدد مين اللي هيكون موجود، فبالتالي هو يعلم جيدا ان شاء الله ان احنا هنوفق في هذا الملف ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اشكرك اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان، شكرا جزيلا لحضرتك. وينضم لنا المهندس رامي العقاد حفيد الاديب الراحل عباس محمود العقاد. اعتقد انه يعني هذا الكلام مهم جدا وكلام مباشر بالنسبه لاسره العقاد، يعني انه الدوله بتقول الاولويه للترميم ثم الترميم. بقى هذا كلام مهم جدا، ونشكر اللواء المدير اشرف عطيه على جهوده المثمره في موضوع ترميم المنزل، وبنشكر سعاده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه واصداره قرار بالسرعه دي ان هو يتم انتداب لجنه عليا للوقوف على حاله المنزل وترميمه وتحويله الى متحف.
وبنشكر برضو على رأسهم رئيس الجمهورية لدعم الثقافة والاهتمام بالأدباء المصريين. وكأسرة العقاد يعني نشكر برضو برنامج مصر الجديدة اللي هو ساهم في الموضوع ده، وصل صوتنا للمسؤولين، ونشكر جميع الإعلاميين والصحفيين. هل حضراتكم عندكم أي يعني طلبات معينة أو أي نقط تحبوا تتكلموا فيها؟ لا طبعا، كفاية اهتمام الدولة إن هي استجابت بسرعة دي لطلبين المنزل. أشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس رامي العقاد، وطبعا احنا لا شكر على واجب، ده دورنا، ويعني من أبسط الأدوار اللي ممكن نعملها ان احنا ننقل صوت يعني أسرة العقاد من أجل الحفاظ على يعني ايه ده، مش مجرد منزل عادي يا جماعة، ما ينفعش نقول ان احنا بنتكلم عن منزل، ده لازم فعلا يكون مزار، لأنه عباس محمود العقاد بالتأكيد أثر في أجيال أجيال وأجيال، مش بس بكتب، مش كل اللي قرا يعني مش أي حد قرا كل الكتب، لا، أي حد قرا سطر واحد لعباس محمود العقاد فهو أكيد اتأثر بيه. أشكر طبعا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استجابته السريعة، وشكرا للواء أشرف عطية محافظ أسوان على تجاوبه وتعاطيه مع الموضوع بتعاطي سريع جدا. طيب النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتابع مستجدات الاستراتيجيه القوميه لتعمير سيناء في اجتماع مهم بين فيه الهدف من تنفيذ الاستراتيجيه، وهو تحقيق مسار تنموي متطور ومتكامل في كل مدن وقرى سيناء، وقال انه هذا المسار لازم يكون متوافق مع خصوصيه سيناء ومع كل جهود التنميه على ارض مصر. كلام الرئيس النهارده في الاجتماع بيأكد انه عمليه التنميه في مصر عمليه متكامله، عشان كده بنشوف مشروعات قومية عملاقة في كل مكان، من قناة السويس للمواني والبحيرات للصعيد لقرى حياة كريمة لسينا كمان اللي التنمية غابت عنها سنوات طويلة. عشان كده كانت توجيهات الرئيس في الاجتماع بزيادة مشروعات التطوير الحضاري في سيناء مقابل المناطق اللي كانت موجودة من غير تخطيط، وهنا الرئيس أكد أهمية الدراسات الاجتماعية والإنسانية في تنفيذ الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء. وكمان خلال الاجتماع الرئيس شاف المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء واللي بتشارك فيه كل الوزارات والهيئات في الدولة، وهذا المخطط هدفه إنهاء أي مظاهر للعشوائية في سيناء وتطوير كل الخدمات والمرافق الموجودة في سيناء. الرئيس كمان ناقش رؤية الاستثمارية لتنمية سيناء بكل تفاصيلها اللي فيها أنشطة اقتصادية متنوعة سياحية وزراعية وصناعية، ده عبر مشاريع تطوير المطارات والمواني. طيب كان في اجتماع تاني النهارده للرئيس عبد الفتاح السيسي تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئه الهندسيه على مستوى الجمهوريه، الرئيس تابع في الاجتماع مشروع تطوير منطقه المقطم، وكان في تركيز على موضوع حصر قطع الاراضي الفضاء اللي موجوده في المنطقه عشان يحصل استفاده منها ويتم استغلالها بطريقه صحيحه، ده غير انشاء مجمع للاسواق في المقطم وتطوير الكورنيش ورفع كفاءه المرافق وشبكه الصرف الصحي في المنطقة كلها. الرئيس كمان تابع في الاجتماع كل مستجدات مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير سيناء، خصوصا مشروع تطوير مطار العريش بكل اللي فيه. طبعا في حاجات اتنفذت وفي حاجات لسه هتتنفذ، وخلال الاجتماع الرئيس تابع برضو بعض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة خصوصا مستجدات تنفيذ المرافق والخدمات والحي الدبلوماسي، واللي هيكون فيه سفارات الدول الأجنبية، هيكون فيه مقرات المنظمات الدولية والإقليمية اللي في مصر، وكانت توجيهاته هي زيادة عدد المستشفيات في العاصمة الإدارية. كمان الرئيس تابع تطوير شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، خصوصا محور 26 يوليو ومنطقة سفنكس وكوبري تحيا مصر ومحور المستشار عبد المجيد محمود ومحور الضبعة الطريق الساحلي الدولي بكل بقى قطاعاته وتفاصيله. طيب فاكرين زمان يعني جوابات المحبين، زمان لما كان حد عاوز يبعت سواء جواب محب او مش محب، زمان يعني كان ممكن يعني ايه لما اكون عايزه ابعت لحد حاجه، اسره مثلا، حد مسافر بره مصر، حد رايح محافظه تانية مش عايش في المحافظه اللي عايش فيها بقيه اسرته، كان ايه اللي بيحصل؟
بيبعت جواب، وكنا بنشوف ده في الافلام الابيض والاسود بتاعت زمان. الجوابات بقى بتبقى فيها الاخبار الساره، مثلا ولاده، نجاح، جواز، يا ترى يا هل ترى. في زمن الواتساب والماسنجر بقى والسوشيال ميديا، هل هذه الخطابات لسه ليهم مريدين؟ لسه في ناس محتفظه بيها كجزء من ذكرياتها وبتفتكر سطور من ادق تفاصيل حياتها، ولا ده اتغير؟ ما اقدرش افرط فيها، محتفظه بيها كلها. بالكلمات دي بتوصف مدام فاتن رسائل زوجها اللي كانت بتخلي حبل الود بينهم موصول وهو مسافر وبتقرب البعيد. بداية ما كانش بيكتب لي جوابات الا جوزي اللي انا اتجوزته ما كان خاطبني الاول، وبعدين بعد كده طول الوقت طول العمر لحد ما توفاه الله بيكتب لي جوابات. سافرنا مع بعض للسعودية، سافرنا قعدنا في الرياض فترة كبيرة، بعد كده لما نزلنا احنا مع الاولاد اللي دخلوا الجامعة والكلام ده، فهو بقى يكتب لنا بقى الجوابات اللي انا محتفظة بيها لحد دلوقتي. طبعا الجوابات زمان ما كانتش مجرد كلام وحبر على ورق، دي كانت مرسول المشاعر والأخبار والفرح والحزن، كانت حياة كاملة على ورق. زمان كانوا بيعطروا الجوابات كمان، يعني حتى لو واحد بيبعت معايدة لحد كان بيعملها له كده، شيء طبيعي تنتظر، لأن بصراحة يعني كان في إشباع ليا من ناحية كل العواطف اللي أنا كنت يعني ابقى محتاجه لها في الوقت ده. لما حد بيتصل بيا بالتليفون ويقول لي ليكوا جواب عندنا، بابا بعته، فكنت بفرح جدا طبعا، والولاد كمان معايا بيفرحوا، كنا بنقعد نستناه. طبعا انا يعني كنت بحب اقرا الجواب الاول لوحدي وبعد كده الولاد يقروه معايا. استاذ سعيد زوج مدام فاتن ما كانش بس بيكتب جوابات ببلاغه يحسد عليها، لكن في بعض المناسبات كان بيلاقي الموضوع يستاهل كتابة أبيات من الشعر تعبر عن اللي جواه. باباهم كان بيخلد كل مناسبة أو بيوثقها بطريقته الخاصة اللي هو بيحب يكتب شعر، يعني في خطوبة ابني وإحنا بنقرأ الفاتحة كان هو محضر له، وهو بره محضر له شعر كتبه وألقاه في المناسبة دي. صار الفتى منكم وأنتم أهله، يا صفوة الناس الكرام كرامه. ودي قصيدة تانية لما عرف ان الطفل اللي جاي في الطريق بنت على 4 أولاد. صحيح يا ناس زي اللي قال يا مضنا غالي، لكن حبيبة امها اغلى امالي، تفضل على طول السنين زهرة عيالي. شعوري كان بيبقى فرحة وبهجة، ويعني اليوم كله بيبقى جميل بسبب الجواب يعني، وأقراه مرة واتنين كمان، وأنا بقراها بحس إن هو موجود، يعني أنا عارفة إن هو موجود، بس دلوقتي هو موجود جوايا أنا. ذكريات ومشاعر كتير مدام فاتن سمحت لنا نعيشها معاها في دقايق خارج إطار الزمن. مشينا وسبناها تكمل يومها مع ذكرياتها الجميلة والبسطجية اللي ما اشتكوش من كتر مراسلها. مروة سرساوي، مصر جديدة، ETC. النهاردة وبرغم الجو البارد والأمطار والجليد اللي بيغطي البيوت في دول كتير، علماء الفلك بيقولولنا إنه الكرة الأرضية النهاردة وصلت لأقرب نقطة من كوكب الشمس، يعني إحنا قريبين جدا دلوقتي من الشمس بس برضو بردانين في نفس الوقت. طيب إزاي؟ هنعرف دلوقتي، ولكن المعلومة بتقول إنه كوكبنا الجميل اللي بيسبح في الفضاء حوالين الشمس وصل الساعة 6:17 إلى أقرب نقطة من الشمس، واللي بيسميها علماء الفلك الحضيض، ودي التسمية العلمية وملهاش أي دلالة تانية.
المهم انه الوصول لنقطة الحضيض معناه انه المسافة حاليا ما بين الشمس والارض 147 مليون كيلومتر تقريبا، لكن نفس هذه المسافة هتزيد وتوصل لأكثر من 152 مليون كيلومتر بعد 6 شهور، وبالتحديد يوم 4 يوليو الجاي. وقتها الأرض هتبعد عن الشمس والمسافة هتزيد عن مسافة النهاردة بحوالي 5 مليون كيلومتر. يعني هنبعد عن الشمس مع الحر؟ ده سؤال برضو مهم هنعرف أو هنحاول نعرف إجابته، لكن زي ما احنا ملاحظين المسافات اللي بقولها بالملايين، لكن كل هذه المسافات الكبيرة اللي بالملايين دي بتعتبر قليلة جدا بالنسبة للمسافات بين المجرات والنجوم اللي عددها بالمليارات في الكون، لكن بالنسبة للخمسة مليون كيلومتر اللي الأرض بتقربها أو بتبعدها عن الشمس، فدي ظاهرة بتتكرر بسبب حركة دوران الأرض حوالين الشمس. طيب ليه المسافة بين الشمس والأرض بتتغير على مدار السنة؟ علماء الفلك بيقولوا انه السبب هو انه مدار الارض حوالين الشمس مش مدار دائري زي ما ناس ممكن تتصور، لكنه مدار بيضاوي، فلما الارض بتلف حوالين الشمس بتقرب اوقات وبتبعد اوقات حسب مكانها في هذا المدار البيضاوي. ومع قرب كوكبنا العزيز من الشمس النهارده هنقدر نشوفها اكبر شويه من المعتاد، ونسبه سطوعها هتزيد حوالي 7%. وهنا ياتي السؤال المهم، طالما ان احنا دلوقتي قريبين من الشمس اكتر من اي وقت في السنه، طيب ليه في شتاء وبرد؟ فين الدفا؟ ليه الجليد اللي في العالم مش بيدوب؟ ليه بيحصل العكس في الصيف؟ الاجابه هي انه التغيير في فصول السنه ملوش علاقه بوصول الارض لاقرب او ابعد مسافه من الشمس. الشتاء والصيف بيحصلوا بسبب حركه دوران الارض حوالين نفسها، يعني ببساطة كده حركة الدوران دي بتخلي النص الشمالي من الكرة الأرضية في الناحية التانية من الشمس، والعكس بالنسبة للنص الجنوبي من الكرة الأرضية، فبيبقى هنا شتاء وهناك صيف، وربنا يديمها نعمة على سكان الكوكب، وتفضل كده الأرض تدور وتدور حوالين نفسها وحوالين الشمس إلى أجل مسمى إن شاء الله. معنا على التليفون دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث. أهلا بحضرتك يا دكتور. ويعني الأول بس عايز أعرف ايه الحضيض، عشان يعني الكلمه كده تخض شويه. اولا مساء الخير، واولا كل سنه وحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وبخير يا رب، السنه الجديده سعيده على الجميع يا رب. زي ما حضرتك تفضلت كده وشرحت الظاهره فلكيا، احنا عارفين ان الارض بتدور امام الشمس في مدار بيضاوي مش دائري. معايا يا فندم؟ أنا بسمع حضرتك، اتفضل. نتيجة المدار البيضاوي ده، وطبعا كان في نظريات كتيرة زمان، قوانين كيبلر للحركة ونيوتن وأينشتاين بتاع الجاذبية، لكن لما طلعنا بقى في البرامج الفضاء والكلام ده الحاجات دي كلها إيه اتحققت رأي العين. المدار دوت زي ما حضرتك اتفضلت برضه مشكورة، بيكون أبعد مسافة للأرض من الشمس 152 مليون كيلو متر، وأقلهم على المدار دوت 147، والفرق بينهم 5 مليون كيلو متر. في الوقت اللي بتكون الشمس قريبة، تمام؟ أيوة. زي ما حضرتك برضو قلتي، وتقريرنا ودراستنا الفلكية بتقول ملوش علاقة بالشمس وبالصيف والشتاء، لأن الشتاء والصيف مرتبطين بزاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض. أي. لو الشمس عمودية أو أشعة الشمس عمودية بيدينا الصيف، لو مايلة بيدينا الشتاء، تمام؟ والمسافة ديت إحنا متوسطة بنقول 8 دقايق ضوئية، يعني الأشعة بتاع الشمس تخرج من الشمس بتسقط على الأرض بعد 8 دقايق ضوئية من خروجها من الشمس. يعني إيه أوجه ويعني إيه حضيض؟ ايوه المدار، اصل عشان المدار ايه نفهم، لانه كلمه حضيض معناها في اللغه العربيه مش حلو. لا لا لا، حضيض يعني حاجه اسفل قريبه يعني. تمام. فلما بيبقى المدار البيضاوي دوت احنا في اقرب مسافه دي بنقوله الحضيض، ابعد مسافه دي بنقول الاوج. تمام. اقرب الحضيض، ابعد اوج. اوج، تمام. والقصه دي لاي مدار بيضاوي، مش بس المدار حوالين الشمس. احنا برضو عندنا القمر نفس القصة، 340 ألف كيلو متر و 360 ألف كيلو متر. عشان كده
بنلاقي في فصول بيكون فيها القمر قمر عملاق لما بيكون في منطقة الحضريض، يعني أقرب ما يكون من الأرض، فالرؤية الظاهرية ليه بيكون حجمه أكبر نسبيا من الحجم الطبيعي لرؤية القمر. تمام؟ قصة الأوجه والحضيض زي ما قلنا حضرتك كل المدارات الفلكية كان قديما بيطلق على كل المدارات حتى في المقاييس الأرضية، لكن أصبح لها مسميات أخرى. القصة دي زي ما قلنا مرتبطة بقى بدورات تانية كتيرة ودي تغيراتها. طب احنا نتأثر ازاي لما نكون في الحضيض، لما نكون أقرب ما يكون من الشمس؟ احنا في الكرة الأرضية، احنا كوكبنا، احنا يتأثر ازاي؟ لا، ما فيش أي تأثير سلبي أكتر من زي ما قلت لحضرتك. التأثير بيكون نتيجة سقوط أشعة الشمس عمودية أو ميلة، وده اللي بيجيب لنا البرد والحر، الصيف والشتاء. تمام؟ والقصة دي معكوسة نص الكرة الشمالي ونص الكرة الجنوبي. الدورات دي في المدارات البيضاوية بتسمى دورة تانية مرتبطة بقى بالمناخ أو درجات الحرارة، تسمى دورات ميلانكوفيتش، ومش هندخل في تعقيداتها الفيزيائية، لكن دي مرتبطة أساسا بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، ودي مرتبطة بدرجة أساسية بميل محور دوران الأرض اللي هو متوسط 23.4 درجة فلكية. هل في ظواهر فلكية أخرى هنشهدها في يناير مهمة؟ يعني طبعا شهر يناير احنا عندنا عدد من الظواهر الفلكية المتميزة، يمكن في حوالي 8 أو 9 اقترانات، وفي زخة شهب ذروتها النهاردة، زخة شهب الرباعيات، ودي واحدة من الظواهر الفلكية الجميلة، متوسط 40 شهاب في الساعة. طبعا احنا يعني القمر في طور التربيع اول، يعني السماء مش مضيئة قوي، لكن يمكن للأسف القاهرة والدلتا نتيجة السحب والغيوم مش هنقدر يعني نستمتع بيها، لكن جنوبا بعيد عن السحب والغيوم نقدر نشوف الظاهر ده كويس. غير كده عندنا اقترانات كتيرة النهاردة وبكرة، برضو هيكون القمر والمريخ في اقتران ليهم، في يعني أكتر من اقتران للقمر سواء مع برج الجوزاء والتأمان، دي غير خلية النحل لبرج السرطان. بنهاية الشهر يكون عندنا اقتران للقمر وزحل، القمر والزهرة وزحل، ده يوم 23، القمر والمشتري يوم 25 و26. والاقترانات زي ما قلنا هي اقترانات ظاهرية، لأن المسافة بين كل كوكب والتاني أو القمر وأي كوكب تاني يعني آلاف الكيلومترات وأحيانا ملايين الكيلومترات، لكن بنشوفهم على استقامة واحدة ورا بعض، فبيبقى ما يسمى بظاهرة الاقتران. شكرا. وطبعا سواء زخات الشهب ملهاش أي تأثير سلبي على الأرض، عشان محدش ينساق وراء أي شائعات وتحرق حرائق الأرض والكلام ده. أيوة، فيش أي كلام من ده، ما فيش أي كلام من ده إطلاقا. يعني أشكر حضرتك يا دكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. طيب النهاردة كان في تحذير واضح كده وصريح من وزارة التموين للمحلات اللي مش ملتزمة بأنها تحط الأسعار على السلع اللي بتبيعها، لأن عقوبة مخالفة هذا القرار هتوصل لقفل المحل للمخالف، هيتقفل خلاص المحل اللي مش هيحط سعر السلعة عليها هيتقفل. وزارة التموين قالت في بيان ليها ان في لجان بتمر على المحلات حاليا عشان تتأكد انه في اسعار على السلع، وانه هذه اللجان عبارة عن لجان مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين. طبعا كان في مهلة اسبوعين لكل المحلات عشان تنفذ هذا القرار، وكان في لجان بتعدي على المحلات خلال الاسبوعين عشان توضح القرار وعقوبات مخالفة القرار ده، وبالتالي ما فيش بقى اي حجة لاي حد، وخصوصا ان في لجنة عليا بتحدد الاسعار زي ما صرح قبل كده الدكتور علي المصالحي وزير التموين، وقال انه هذه اللجنة اللي بتضم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك هدفها انها تحط اسعار عادلة للسلع الاستراتيجية والأساسية واللي هم ما بين 10 ل 15 سلعة. طبعا وزير التموين أكد وقتها أنه تحديد الأسعار بطريقة عادلة مش معناه تطبيق نظام التسعيرة الجبرية، لأنه السعر بيتحسب على أساس تكاليف السلعة مع هامش الربح المناسب طبعا، يعني
بنتمنى فعلا انه تطبيق قرار كتابة السعر على السلعة يكون ليه بقى نتائج ملموسة على الأسعار في الفترة الجاية، خصوصا انه عمليات الإفراج عن السلع ابتدت تزود المعروض في الأسواق، وده ممكن يخفف من حدة الغلاء ويوقف التاجر المحتكر والجشع عند حده. طيب معنا على تليفون المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. وبداية، هل موضوع كتابة السعر السلعة عليها هل فعلا ممكن يكون ليه تأثير ملحوظ خلال الأيام الجاية، خاصة مع الإفراجات عن السلع وزيادة المعروض؟ زائد شمس الخير على متابعينك. اهلا بحضرتك الكرام، ودايما مصر بخير ان شاء الله، وان شاء الله دايما في استقرار. طبعا وضع السعر على جوه او السلع بالذات، وده بينطبق على السلع المعلبه وسهل يعني التطبيق عليها، فده بيسهل طبعا الامور في عدم رفع الاسعار وعدم وجود زيادات مبرره وعدم تدخل ان التاجر يحط السعر بمزاجه، فطبعا دي مهمه جدا في ضبط الاسعار. فطبعا السلع بالفعل فعلا في شركات كثيره جدا بدات تحط الاسعار على ابواب السلع الغذائيه المعروضه في السوق، وده بيؤدي الى استقرار في السوق. الحاجه الثانيه، في بعض السلع طبعا يصعب ان هو وضع كتابه السلع على السلع، زي السلع اللي هي مثلا لو قلنا البسطرمه، الجبن السايبه، الارز، بعض السلع، وده بيتم المرور عليها من خلال الحملات الرقابيه الموجوده في السوق ومتوقد هذه الفلع من الفواتير الصادره من المنشا او الجهه الصادره او الجهه اللي متباع منها هذه السلع. مثلا السلع طالعه من المصنع سعر السلعه سين بخمس قروش، لازم يكون تداولها في السوق ست قروش، فبنشوف احنا الفاتوره الصادره من الجهه اللي هي وارد منها البضاعه، وبينطابق هذه الاسعار على الارفف او على المعلن على السعر، وبيتم مطابقته ايضا طبقا لوحده الكاشير او عند الدفع لعدم زياده الاسعار. الحاجه الثانيه، بيتم برضو من خلال بعض السلع زي الخضار والفاكهه من خلال اتحاد الغرف والغرف المصريه او اتحاد الصناعات، بيتم برضو وضع السعر العادل زي ما حضرتك اشرتي، بحيث يكون سعر عادل لا التاجر يخسر ولا يكون في سعر مرتفع على المواطن المصري، وده بتحدده من خلال الغرف التجاريه وحمايه المستهلك. ويمكن النهارده احنا بنمر وشفنا في بعض السلع الوحيده اللي يمكن مسعره الان، اللي هو الرز المسعر ب 12 و15، الرز الدرجه الاولى 3% 18 جنيه، ويمكن احنا شغالين في هذا السياق في هذه الايام. بجانب الحاجه الثانيه زي ما حضرتك اشرتي، الافراجات اللي الدوله اتكلمت النهارده 6.3 مليار دولار في خلال فتره، وسرعان ما سرعت السلع من المواني، وصارت عجله الانتاج بتصير ويعني بدرجه عاليه دلوقتي، وتوفر السلع. يمكن بدانا برضو النهارده في بعض المبادرات والمعارض والكلام ده كله، وبتخفيضات عاليه. يمكن سمعنا برضو بان بعض الاسعار بدات تنزل شويه، زي الفول، زي العدس، زي لو تاجر قال لك انا لو حطيت السعر اللي انتوا بتقولوا عليه ده يعني هخسر، يعني لا مفيش تاجر هيخسر. احنا بنقول ده السعر معروف، السعر العادل في السوق المتداول. عارفين طبعا الشركات، احنا معنا استاذ انجي ان الاسعار بيحصل فيها نزول او في معارض، المعارض دي ما بتخسرش، احنا بنقعد مع المستوردين مع التجار، يمكن معانا وزير التموين قاعد مع التجار والمستوردين عشان تكون هناك تخفيضات من راس الهرم لتصل الى المستهلك. ما هو ما حدش تاجر هيخسر، ولا احنا بنخلي التاجر يخسر، ما هو التاجر ده هو مستهلك، اذا كان تاجر لسلعه فهو مستهلك لألف سلعه اخرى، فمش حد عندنا منتج، كلنا مستهلكين. فاحنا النهارده لا نرضى ان واحد يخسر في هذه البضاعه، ولكن بنقول سعر عادل، والسعر العادل طبعا اللي بتحدده المصانع او المستوردين والشركات، اما الاسعار الاخرى بتحب حساب التكلفه وهامش الربح، وتكون هناك سعر استرشادي او سعر عادل في السوق. طب خلينا نفكر الناس كده بعقوبه المخالفه. عقوبة المخالفة النهاردة ممكن تصل من 200 جنيه حماية المستهلك ل 200,000 جنيه، تصل إلى 5 مليون جنيه. ممكن احنا شفنا في الأعلاف النهاردة في قضايا منظورة أمام النيابة العامة والنائب العام متدخل بنفسه، وفي يعني شغل في النيابة العامة، شغل كبير جدا على هذه الأسعار والأسعار المتداولة والأسعار الاستراتيجية والأسعار العادلة، ويمكن النهاردة تصل ل 5 مليون أو الغل. ويمكن النهاردة أنا بكلم حضرتك وكان عندنا شكوتين بقولها، هو عشان بعض المسؤولين يكون شاهديننا، إن كان في
في الهرم في احد المناطق، واحد باع الرز بسعر زياده ورحنا صددنا الكميه، وطبعا عملنا محاوله شراء عليه وخدنا الاجراءات، وجت اجراءات برضو ان واحد بيبيع سعر العيش بكذا رحنا باكثر من ب2 جنيه، رحنا توجهنا برضو في الهرم كان معانا مديريه تموين الجيزه وخدنا الاجراءات القانونيه وتم بيع الرز بسعر مناسب اللي هو من 12 جنيه ل15 جنيه، وتوريد المحكمه بجانب ان هو بتحول للنيابه العامه والنيابه العامه بتاخد اجراءاتها اللي تحول المحكمه وتاخد طبقا لقانون حمايه المستهلك اللي ممكن تصل العقوبه من 200 الى 2 مليون جنيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين. طيب الايام دي ما فيش كلام في الشارع الرياضي السعودي الا عن رونالدو النجم البرتغالي الاسطوري اللي انضم لنادي النصر السعودي في حدث تاريخي بتعيشه الملاعب السعوديه. جماهير الكره السعوديه مستنين اللحظه اللي هيظهر فيها كريستيانو رونالدو في الملعب عشان يشارك في اول مباراه ليه في الدوري السعودي. ويبدو ان هذه اللحظه المرتقبه قريبه جدا، لان الكلام دلوقتي انه رونالدو هيشارك بكره في مباراه نادي النصر ونادي الطائي. جمهور النصر عايز يشوفه ويتاكد فعلا انه بيلعب لفريقه، وخصوصا بعد الكلام اللي اتقال ان في بند في عقد رونالدو بيسمح له انه يتعمل له اعاره لنادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي. لكن المدير الفني للفريق إيدي هاو نفى هذا الكلام من ناحية النادي على الأقل، لكن هل هذا العقد فعلا فيه هذا البند ولا لا؟ العقد ده يا جماعة فيه البند ده ولا لا؟ ده موضوع تاني. امبارح رونالدو شارك لأول مرة في تدريبات نادي النصر عشان يأكد أنه مستعد للعب، وده برضو اللي أكده في حفلة تقديمه للجمهور لما قال أنه جاهز بدنيا تماما لمباريات فريقه الجديد. أكيد رونالدو في حفلة تقديم الفخم في ملعب مرسول بارك قدام 30,000 متفرج سعودي افتكر أول حفلة اتعملت له أو أول حفلة تقديم لي سنة 2009 في نادي ريال مدريد اللي حقق فيه أعظم إنجازاته، وكان عنده وقتها يمكن 24 سنة، وقف يومها قدام 80,000 متفرج في استاد سانتياغو برنابو وقال كلمة مختصرة عشان بعدها يبتدي رحلة المجد في عالم الكورة. لكن حفلة تقديمه الأخيرة في الرياض ممكن تكون فعلا الحفلة الأخيرة ليه في مسيرته الكروية اللي رونالدو عاوز ينهيها في قمة تألقه. فهل مشاركته في ماتش بكرة صح من الناحية الفنية؟ لأنه عادة أي لاعب بينضم لفريق جديد عليه بيحتاج كده فترة عشان يحصل انسجام بينه وبين زمايله، فهل مدرب النصر هيكسر هذه القاعدة عشان خاطر عيون رونالدو؟ هنشوف. لكن الحقيقة المشاركة المبكرة لرونالدو في ماتشات النصر ممكن تجيب نتيجة عكسية، لأن المنافسة في الدوري السعودي مش سهلة. هذه المنافسة مش سهلة على الإطلاق، لأنه في دلوقتي 5 فرق بتتنافس مع بعضها وفرق النقاط بينهم قليلة جدا. حاليا نادي رونالدو اللي هو نادي النصر بيتصدر الدوري السعودي ب 26 نقطة، يعني فرق نقطة واحدة بس عن نادي الشباب. اتحاد جدة اللي بيلعب فيه أحمد حجازي وطارق حامد في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، يعني فرق نقطة عن المركز الثاني. التعاون اللي في المركز الرابع أقل بنقطة كمان. الهلال اللي في المركز الخامس أقل من اللي قبله بنقطة برضو، يعني الفرق ما بين المركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس في الدوري 4 نقط من الأول للخامس. وبالتالي وجود رونالدو في الملعب مش هيكون وجود شرفي، لازم يعمل فرق واضح مع ناديه الجديد رغم نجوميته وجماهيريته الكبيرة في السعودية، واللي زودت التفاعل على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي بدرجة غير عادية. التفاعل وصل ل 12 ضعف في يوم واحد. مستوى التفاعل قبل يوم واحد من انضمامه رسميا للنصر اتضرب في 12 يوم الإعلان عن هذا الانضمام. طبعا في اهتمام كبير في السعودية بالجانب الشخصي لحياة رونالدو وحياة صديقته جورجينا رودريجس اللي ظهرت لأول مرة بالعباية. جورجينا بتعتبر طبعا واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، وهي اختارت بقى عباية قطيفة كده سودة تمنها حوالي 15,000 جنيه مصري أو يمكن أكتر. لكن جورجينا اللي واضح أنها حريصة جدا على مظهرها، هي كمان حريصة أنه مظهرها يكون متناسب مع عادات الشعب السعودي وتقاليده تقريبا كده. يعني تحس أنه إيه في الطيارة وهم رايحين قال لها علي بقى كده
ظبطي نفسك، مش هينفع الشكل اللي انت بتطلعي بيه، احنا رايحين لمجتمع مختلف، محتاجين ان احنا نتأقلم على عاداته وتقاليده. وهي على فكرة كانت ظهرت قبل كده بقفطان مغربي في دبي وكان حلو جدا بصراحة. وهي يعني بوجه عام هي بتختار ازياء ملفتة، زي مثلا لو نفتكر الفستان اللي كان مرسوم عليه دولارات، كان فستان وبوت مع بعض منقوش عليه دولارات. عموما الأضواء في السعودية مسلطة على رونالدو وعلى جورجينا، اللي وجودهم في المملكة بيعتبر في حد ذاته ظاهرة اجتماعية تتجاوز عالم الكورة وعالم الأزياء. طيب النهاردة أي حد بيعمل سيرش على جوجل هيلاحظ انه شكل اللوجو بتاع جوجل متغير، كلمة جوجل نفسها متغيرة ومتنفذة بتصميم مختلف عليه رسمة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس. حوالين الرسمة هنلاقي رسوم أصغر عبارة عن رموز كده بسيطة بتعبر عن مجموعة من رواياته الشهيرة واللي تحول منها لكتير من الأفلام المشهورة جدا. هنلاقي مثلا نظارة سودة بترمز لروايته النظارة السوداء، مخدة بترمز لرواية الوسادة الخالية، شمس دلالة على رواية لتطفئ الشمس، وهكذا. طبعا اللي عمله جوجل النهاردة كان بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد هذا الأديب العظيم وبذكرى وفاته في نفس الوقت، لأنه اتولد يوم 1 يناير 1919 وتوفي في 12 يناير 1990. طبعا إحسان عبد القدوس ليه مكانة خاصة جدا جدا في عالم الأدب العربي والصحافة العربية والسينما كمان. إحسان عبد القدوس اختار اتجاه ما فيش حد قدر ينافسه فيه خالص، سواء من أدباء عصره أو حتى من أدباء النهاردة. حسن عبد القدوس اختار انه يواجه كل المشكلات الاجتماعيه بجراه شديده بعمق كبير جدا، والعمق هو الفرق الجوهري بينه وبين بعض الادباء اللي تاثروا بيه ومشوا في نفس سكته، لكن من حيث الشكل بس. حسن عبد القدوس بدا رحلته في الصحافه في سن صغير، كان رئيس تحرير مجلة روز اليوسف وهو عنده 26 سنة بس. ويمكن احتراف إحسان عبد القدوس للصحافة اللي هي مهنة البحث عن الحقيقة خلاه لما دخل عالم الرواية يكون ملتزم بنفس مبدأ مهنته، فكان حريص دايما على تقديم الحقيقة زي ما بيشوفها من غير أي رتوش. كان بيكتب وكأنه بيعمل تشريح لجسم المجتمع عشان يكتشف أسراره ويشاور على الحقائق المستخبية اللي مفيش حد يحب انه يتكلم عنها رغم انها موجوده. حسين عبد القدوس كان غواص بارع جدا في النفس البشريه، وده خلاه يقدر يحلل سلوك الشخصيات ويفهم دوافعها. عشان كده هذا الاديب العبقري قدر يحل اللغز الازلي اللي محير كل الرجاله، لغز المراه، لانه قدر يفهم شخصيه الست، قدر يعبر عن ادق مشاعر الست رغبتها، وقدر يعمل ده بطريقه فعلا مذهله. ويمكن اللي خلى أعماله كلها تتبنى حقوق المرأة وتدافع عنها وتنبه المجتمع كله لمشاكل الستات وللقيود الاجتماعية اللي بتظلم الست وبتحد من قدرتها على تحقيق الذات، وده خلاه فعلا يعني ناجح جدا في هذا المجال. وعشان كده مش غريب ان بطلات روايات إحسان عبد القدوس اتحولوا في وعي الناس لشخصيات من لحم ودم، وخصوصا بعد ما ظهروا على شاشة السينما في أفلام مهمة زي أنا حرة، لا أنام، الخيط الرفيع، النظارة السوداء، الراقصة والسياسي، الراقصة والطبال، الوسادة الخالية، أبي فوق الشجرة، حتى لا يطير الدخان. يعني حتى أسماء الروايات اللي تحولت لأفلام أسماء يعني ليها يعني رونقها كده. المسلسلات لن أعيش في جلباب أبي. هنا بقى في ملاحظة مهمة عن المعالجات السينمائية لروايات إحسان عبد القدوس، وهي إنه الفيلم دايما مسؤولية كاتب السيناريو والمخرج، والرواية مسؤولية الروائي. عشان كده ما ينفعش حد يحكم على رواية، يعني ما أقدرش أحكم على رواية مثلا الرصاصة لا تزال في جيبي من الفيلم اللي مبني عليها، لا، أنا بحكم على الفيلم وصناعه بصرف النظر عن كاتب الرواية. لكن في النهاية أعمال إحسان عبد القدوس ساهمت بقوة في إسراء السينما المصرية، زي ما مشواره الصحفي كان علامة في تاريخ الصحافة، وزي ما رواياته بقت جزء أصيل من تراثنا الثقافي المصري الأصيل.
النهارده في تهنئه خاصه جدا من مصر جديده للولا الجميله ليلى علوي اللي بتحتفل بعيد ميلادها النهارده، وبقول لها كل سنه وانت طيبه وكل سنه وانت متالقه باعمالك الفنيه وبحضورك وبنجوميتك الكبيره. ليلى علوي الحقيقه اتولدت نجمه، بدات مشوارها الفني وهي صغيره، كان عندها 7 سنين بس لما ابتدت تشارك في برامج الاذاعه والتلفزيون مع اختها لاميا. ليلى علوي من اكتر الفنانات اللي قدروا يطوروا ادائهم وينوعوا ادوارهم ويتمردوا على الشكل لصالح المضمون. في بدايتها كانت ليلى بتقدم شخصية البنت الجميلة الدلوعة، وعملت هذه الشخصية في أكتر من فيلم خفيف وناجح زي مثلا مشاغبات التلاتة، خليل بعد التعديل، تجيبها كده تجيلها كده، هي كده زوج تحت الطلب. لكن الجمهور اتفاجئ بليلى علوي وهي بتظهر بقى بصورة مختلفة تماما في أفلام زي إنذار بالطاعة، المصير، بحب السيمة، تفاحة. وعلى فكرة فيلم تفاحة هو سبب لقبها تفاحة السينما المصرية، ده طبعا غير لقب قطة السينما المصرية والبرنسيسة كمان، وده لقب خدته بعد مسرحية البرنسيسة. البرنسيسة اللي قدمتها مع أعمال مسرحية تانية كانت ناجحة جدا زي مثلا عش المجانين، الجميلة والوحشين. ليلى علوي رغم جمالها الطاغي اللي وصلها للشهرة بسرعة، لكنها اختارت الفن مش الشهرة، اختارت الرسالة الفنية اللي عايزة توصلها للناس. عشان كده لقينا ليلى علوي في عز نجوميتها بتشارك بدور محدود في مسلسل العائلة، لمجرد أنه هذا المسلسل كان رسالة قوية ضد الإرهاب والتطرف. ليلى علوي هي نجمة حديث الصباح والمساء، نابليون والمحروسة، حكاياته بنعيشها، بنت من شبرا، فرح ليلى، هي ودافينشي. ليلى علوي في عيد ميلادها بنقول لها انت نجمة مصرية، بنعتز بيكي جدا، بنفخر بيها بتلقائيتها بعقليتها بعشقها للفن والناس. كل سنة وانت بألف خير الجميلة العزيزة ليلى علوي، كل سنة وانت طيبة وبألف خير. أشكرك جدا جدا جدا، وأشكر أسرة البرنامج، وكل سنة وكلكم طيبين. مرسي مرسي قوي على كل حاجة وعلى كل الكلام الحلو، ومرسي على المعايدة الجميلة. كل سنة وانت طيبة وبخير، وطبعا انت كده برج الجدي. أكيد. إيه المواصفات بتاعت برج الجدي؟ مش عارفه، بس بتهيألي ان يعني انا يعني كلهم بيقولوا ان انا شبه برج الجدي، بس انا مش عارفه بالظبط، ملياش قوي في الابراج. طيب قولي لي بقى، يعني كل سنه بتنتهي سواء سنه ميلاديه زي 2022 ودخلنا في 2023، بنعمل كشف حساب مع نفسنا، عملت ايه ما عملتش، ايه نفسي اعمل ايه. انت كمان بقى عيد ميلادك بيجي في الوقت ده، فبيبقى عندك كشفين حساب تقريبا، ولا بتعمليهم في كشف حساب واحد؟ لا انا بعمل تقريبا كشف حساب يومي. ما بأجلش بالسنة كده، ما عنديش صبر كده، بعمل كشف حساب يومي. في رأس السنة وعيد ميلادي دايما بفتكر كل حاجة زمان، ومامي كانت بتعمل معايا ايه وبتعمل لي ايه وبتقول لي ايه والكلام ده، وكانت الله يرحمها دايما تقول تحكي يوم ولادتي وكده. فأنا دلوقتي بعدها خدت بقى الراية بتاعتها، وقول لولادي ولاصحابي وكده، وانا تتحفل كذا وكذا، وماما عملت كذا وكذا وكذا بس. فبتبقى دايما ذكريات حلوه، وافتح البوم الصور واتفرج عليها. ايه الصور اللي انت وقفتي عليها السنه دي؟ اتفرجتي على ايه السنه دي في البوم الصور؟ لا هو البوم واحد بفتحه على طول اتفرج عليه. الطفوله يعني. بتحني للطفوله أفندم؟ بتحني للطفولة؟ لا بحني للذكريات. لأني أنا ما زلت طفلة، بعتبر طفلة. أنت عارفة أنا بحس كده فعلا، أنه قلبك كده وضحكتك وطلتك لسه شابة كده جميلة، طفلة ما لوستهاش الحياة. ثانك يو، ربنا يخليك. قولي بقى بتحلمي ايه بقى؟ انت عملتي حاجات مهمه جدا في تاريخك، يعني حاجات بصمات يعني في تاريخ الفن المصري ما نقدرش ننكرها، ولكن اكيد طموحك لا يتوقف عن الماضي، اكيد عندك امنيات للمستقبل، بتحلمي بايه؟ بحلم ان شاء الله ان اعمل فيلم ميوزيكال، يبقى يعني طفره في الـ في الـ في السينما الميوزيكال. بحلم بان اقدم ادوار مختلفه تليق لي دلوقتي، وتبقى الناس مش متوقعاها مني.
بحلم بكل حاجة حلوة ليا ولكل الناس والله، يعني ما فيش حلم معين نفسي فيه غير ان انا بقى حبايبي وابني واهلي وكلهم حواليا وبقى مطمنة عليهم، ده اكتر حاجة بتمناها. يعني اللي جاي ايه؟ العمل اللي جاي اللي ايه فندم؟ العمل اللي جاي ايه؟ انا بصور حاليا عمل جديد اسمه مهمة في سهل حشيش، وان شاء الله اللي جاي برضو لسه مش عارفة. العمل ده هنشوفه في رمضان؟ لا حضرتك سينما، لا انا سينما رفضت رمضان السنه دي. ليه بقى؟ سينما، فيلم سينما ان شاء الله. طيب حلو، انا بحبك جدا في السينما، بس احنا برضو بنستمتع بيكي في التلفزيون يعني. ان شاء الله باذن الله. انا بقيت بحب العشر حلقات والسبع حلقات، 30 حلقه ما بقتش بحبهم قوي. بقالك فتره انت يعني، انا فاكره من زمان انت اول واحده يمكن عملتي 15 حلقه. من اول الناس اللي عملتها ده 2009 و2010 بالظبط بالظبط، في اعتقد هلا والمستخبي. هو كل كان هلا والمستخبي، وكان كابتن عفت ومجنون ليلى ومش فاكره الرابعه الحقيقه. انا كانت حلو قوي، كانت باسم سمره وهاله خليل. ايوه انا فاكره. انا يعني بقول لك كل سنه وانتي طيبه، ويا رب السنه الجديده كده يعني يتحقق لك كل احلامك، ودايما كده متالقه وناجحه. يا رب انا وانتي وكل اللي سامعيننا يحققوا كل احلامهم، وتبقى سنه حلوه على الكل يا رب يا رب. من كل قلبي بقول لك ميرسي، وبتمنى لكم كل حاجه حلوه. كل سنه وانتي طيبه وجميله، الفنانه الكبيره الجميله ليلى علوي. النهارده عندنا ايه في مصر جديده؟ النهارده ضيفنا الدكتور محمد زكي السوداني، رئيس المؤسسه العلاجيه في وزاره الصحه، وحديث حول المستشفيات التابعه للمؤسسه العلاجيه. هنعرف ايه الدور اللي بتقوم بيه، ايه اللي قدمته خلال الفتره اللي فاتت، ايه المستهدف تقديمه من خدمات صحيه وطبيه للمواطنين المرحله الجايه. نتكلم كمان عن التطوير اللي حصل في المستشفيات فيما يخص العمليات الجراحيه وبالذات عمليات القلب المفتوح. هنتكلم بالتفصيل عن الوحده الجديده الخاصه بجراحات القلب المفتوح للاطفال في مبرة المعادي. كمان هنتكلم عن جلسات الغسيل الكلوي واللي وصل عددها بس السنة اللي فاتت أكتر من 17,000 جلسة غسيل كلوي في المستشفيات التابعة للمؤسسات العلاجية. هنتكلم عن الدور المهم في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية زي 100 مليون صحة، إيه اللي قدمته مستشفيات المؤسسة في هذا المجال. كمان هنتعرف وهنعرف إيه الدور الأساسي لمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال جائحة كورونا. هنتكلم كمان عن التطوير اللي بيتم سواء في المباني، في الأجهزة، في الأطقم الطبية. بعد الفاصل الدكتور محمد زكي السوداني، رئيس المؤسسة العلاجية في وزارة الصحة، في ضيافة مصر جديدة. كتير من المترددين على مستشفيات وزارة الصحة يمكن يكونوا أو يعني أكيد هو مش بيشغلهم قوي الجهة الإدارية اللي المستشفى بتتبعها هذه المستشفيات. بعض الناس ما يعرفوش مثلا أنه بعض مستشفيات وزارة الصحة المشهورة جدا والمهمة جدا هي مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية. هذه المؤسسة الصحية الوطنية عمرها دلوقتي داخل على 60 سنة، قدمت خلالها العلاج لملايين المواطنين. السنة اللي فاتت بس سنة 2022 كان في حوالي 220 ألف مواطن ترددوا على العيادات الخارجية لهذه المستشفيات، اللي عملت في سنة واحدة أكتر من 20 ألف عملية جراحية، منها عمليات قلب مفتوح، قسطرة، جلسات غسيل كلوي، مناظير، أشعة مقطعية، رنين مغناطيسي، وتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية المهمة جدا. السنة اللي فاتت برضو قدرت مستشفيات المؤسسة العلاجية تنهي 9,000 حالة من الحالات اللي على قوائم الانتظار. حاليا المؤسسة العلاجية بتدخل مرحلة جديدة مع خطط تطوير وتحديث هدفها رفع مستوى الخدمة اللي بياخدها المواطن في هذه المستشفيات، وعملية التطوير بدأت فعلا من أول تجديد المنشآت والأجهزة الطبية، حد افتتاح أقسام جديدة، زيادة التخصصات، زيادة أعداد سرير المستشفيات. بتكلم عن مستشفيات في القاهرة زي هليوبوليس، زي مبرة مصر القديمة، زي مبرة المعادي، زي مستشفيات أخرى في اسكندرية، أحمد ماهر مثلا، مستشفى دار الولادة المشهورة هناك باسم الماترنايت. عايزين بقى احنا النهاردة نحاول نعرف أكتر عن
ايه هي مستشفيات المؤسسة العلاجية، ايه التطوير اللي بيحصل فيها، احنا ممكن نستفيد من ده ازاي، نتعرف على التطوير القادم مش بس اللي حاصل دلوقتي، لا هم خططهم المستقبلية بعيدة الامد هتكون عاملة ازاي. بيسعدني النهاردة في مصر جديدة ان انا ارحب بضيفي الكريم الدكتور محمد زكي السوداني رئيس المؤسسة العلاجية في وزارة الصحة. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. منورنا. المشاهدين. أهلا بك. والحقيقة فكرة أو كلمة مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية، هو يعني إيه المستشفيات التابعة للمؤسسات العلاجية، وبتفرق إيه عن بقية المستشفيات، وإيه أهم الإنجازات اللي حضرتك تقولين عليها اللي عملتوها خلال 2022؟ مستشفيات المؤسسة العلاجية تم إنشائها بقرار جمهوري سنة 64. المستشفيات الحالية التابعة للمؤسسة العلاجية في 5 في القاهرة و3 في اسكندرية. المستشفيات اللي في القاهرة مستشفى هليوبلس، مستشفى مبرة مصر القديمة، مستشفى مبرة المعادي، ومستشفى القبطي، ومستشفى الإصلاح الإسلامي. المستشفيات اللي في اسكندرية مستشفى القبطي في اسكندرية، ومستشفى أحمد ماهر، ومستشفى دار الولادة أو الماترناتي. دول الثمان مستشفيات حاليا. هو طبعا في عدة هيئات تابعة لوزارة الصحة المصرية، كل هيئة بيتبعها مجموعة من المستشفيات. ماترناتي دي بالفرنساوي. بالفرنساوي. بالانجليزي ماترنايت. يس. كل واحد وعلامه. بالظبط. ففي مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مستشفيات تابعة للتأمين الصحي، مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية، مستشفيات تابعة لأمانة الصحة النفسية، مستشفيات تابعة للطب العلاجي أو المديريات، مستشفيات تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. كل مجموعة مستشفيات لها هيئة، بتختلف الهيئات في اللوائح الداخلية بتاعتها، وبتختلف المستشفيات في مستوى الخدمات اللي هي بتقدمها. وعلى فكرة كمان هي كل مستشفى من دول باسمها الكبير بتعتبر هيئة في حد ذاتها. دي حقيقة فعلا، دي حقيقة فعلا. زي طبعا مثلا حاجة زي معهد ناصر، يعني طبعا. معهد ناصر من مستشفيات الأمانة، معهد ناصر مدينة طبية مش ما تعتبرش. تبعكم برضو؟ تبع أمانة المراكز. أمانة المراكز. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا أكبر مستشفى عندنا مستشفى هليوبلس. وبرضه مستشفى كبيرة في الخدمات، مستشفى مبرة المعادي، مستشفى مبرة مصر القديمة، فيها تنوع خدمات من الكشوفات العادية بتاعة العيادات لحد عمليات القلب المفتوح وعمليات أسقاط القلب. عيادات خارجية؟ ليها عيادات خارجية اللي عايز طبعا كل يدخل يكشف فيها كل التخصصات. بالظبط. وفيها بقى كل الخدمات الأخرى أو الخدمات الأخرى اللي بتعملها المستشفيات. إيه التطوير اللي حصل في الفترة؟ مستشفيات المؤسسة العلاجية هي طبعا المؤسسة العلاجية هيئة اقتصادية، تمويل ذاتي، يعني المستشفيات دي بتصرف على نفسها، ده المختلف عن بقية الهيئات. من فضل ربنا وبتوفيقه السنوات الأخيرة مشاريع التطوير لا تنتهي، يعني كل مستشفى بيبقى فيها أكتر من مشروع تطوير، يصلوا لثلاثة وأربع مشاريع تطوير شغالين في نفس الوقت. ايوه مشاريع تطوير دي يعني فلوس بتصرف على نفسها. ايوه بالزبط. يعني من الايرادات بتاعتها. من ايرادات، يعني معنى كده المواطن اللي بيروح يتعالج بيدفع. لا، ما هو احنا مستشفيات المؤسسه العلاجيه بتشتغل حالات الطوارئ المجاني، بتشتغل حالات التامين الصحي، والتامين الصحي بيحاسب، بتشتغل حالات نفقه الدوله، ونفقه الدوله بتحاسب، بتشتغل حالات القضاء على قوائم الانتظار، قوائم الانتظار بتحاسب، والمريض اللي جاي عايز، يعني مريض اقتصادي، يعني هو جاي في علاج اقتصادي عنده. بالظبط كده. ففي كل الانواع. طيب، يعني وحده عندكم وحده لجراحات القلب المفتوح للاطفال في مباره المعادي. لو اب او ام خدوا ابنهم او بنتهم عشان يعملوا العمليه دي بيكلف كام عندكم؟ ما بيتكلفش ولا جنيه، لأن دي ضمن مبادرة فخامة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار. جميع الأطفال ليهم تأمين صحي. فمن ساعة الولادة، من أول استخراج شهادة الميلاد، بيبقى لهم مشمولين بالتأمين الصحي أو منتفعين بالتأمين الصحي. فالتأمين الصحي بيحاسب على جزء، وصندوق تحيا مصر بيكمل باقي التكلفة. الناس لما بتيجي ما تدفعش حاجة خالص يعني؟ خالص. مجانا تماما. مجانا تماما.
ودي مش الوحيدة، مش الحاجة الوحيدة، عمليات القلب المفتوح بتاعة الكبار نفس الشيء. الأساطر القلبية والطرفية والمخية نفس الشيء مجانا، تغيير المفاصل ده في كل القطاعات مش في الأطفال. من سن كام لكام؟ لا الأطفال ما يعني من ساعة الولادة لحد سن مثلا 12 سنة، بعد كده بيعاملوا كبار يعني القلب مفتوح كبار. وبتستقبلوا أي يعني بتستقبلوا أي حد؟ أي حد أيا كان سنه بالظبط. ومجانا؟ ومجانا. مستشفى مبرة مصر القديمة فيها القلب المفتوح كبار، موجودة طبعا بقالها سنين كثيرة، وعاملين السنة اللي فاتت حوالي 160 عملية قلب مفتوح. طيب زي موضوع القلب المفتوح عندكم كمان الغسيل الكلوي. والحقيقة انتوا عاملين انجاز في الموضوع ده، يعني انا عارفة انكم عاملين 17,000 جلسة حقيقي غسيل كلوي. مظبوط. الفترة اللي فاتت هي الجلسة بتكلف كام؟ هي برضو نفس الشيء، مفيش اي مواطن بيدفع اي حاجة في الجلسات بس دي. بس هي بتكلف كام؟ هي التأمين الصحي ونفقة الدولة سعرتها مؤخرا ب 500 جنيه. هما بيحاسبونا عليها وبيحاسبوا المستشفيات ب 500 جنيه. يعني هي ممكن تكون بتكلف اكتر شويه من كده. بس في الاخر بيحاسبوكوا على 500. المهم ان المواطن او المريض ما بيدفعش حاجه. ده طيب. فعلا يعني. انا عرفت كمان انه العيادات المسائيه في المستشفيات اللي تبعكم حضراتكم مدته فتره العمل بيها اللي بالليل الساعه كام اصلا؟ بناء على تعليمات معالي الوزير العيادات المسائية اشتغلت في معظم مستشفيات مصر في الفترة من الساعة 2 لحد الساعة 8 لـ 8 بالليل. لـ 8 بالليل. يعني طبعا ده بيوفر للمواطن ان هو لو تعب اخر النهار ما يستناش ثاني يوم. بالظبط. ومش هيضطر يروح طوارئ، عيادة خاصة بتكلفة غالية، او يروح طوارئ. او يروح طوارئ بالظبط. ده ليه تأثير ايجابي بقى على الطوارئ، ان خلى الطوارئ لحالات الطوارئ فعلا. يعني علشان خاطر كان بيبقى في حالات كتير بتروح طوارئ المستشفيات بعد الظهر وهي مش حالات طارئة، يعني ما تصنفش حالة طارئة. فده كان بيعمل لود على الاستقبال بتاع المستشفيات. وجود العيادات المسائية في كل المستشفيات خف الضغط كتير على الاستقبال. كمان حاجة انتم متميزين بيها، جال الحقيقة انتم واضح انكم متميزين في حاجات كتير، بس وحدة الحقن المجهري عندكم وحدة مهمة جدا في اسكندرية. في اسكندرية هي طبعا مستشفى دار الولادة. هي مستشفى متخصصة أمراض نساء ولادة. مستشفى بالكامل قائمة على هذا التخصص. بس طبعا كان لازم مع التطوير ان احنا نحاول ندخل خدمات جديدة، فهي من فترة دخلنا خدمة تنظيم الأسرة، ودخلنا عيادات صحة المرأة والطفل، وآخر حاجة الحقن المجهري. الحقن المجهري جاري التعاقد مع الاستشاريين اللي هيقوموا بالعمليات بتاعت الحقن المجهري، وإن شاء الله في خلال الشهر ده بإذن الله هتكون مكتملة وشغالة. عندكم كمان المستشفى القبطي في تطوير كان حاصل كبير جدا سنة 2022 في قسم الرعاية المركزة. ايه اللي تنفذ وايه اللي لسه هيتنفذ السنة دي بقى؟ طبعا احنا دايما في اضافة الخدمات بنراعي الاحتياجات، فاحنا بشكل دائم بنزود عدد اسرة الرعاية في كل المستشفيات. الامر ده يعني ما بيتوقفش، يعني تلاقي المستشفى دي حضرتك بتزود 3 سراير، دي بتزود 5، دي بتزود 18، دي بتزود 12 بصفه مستمره. فاخر حاجه بالنسبه للمستشفى القبطي احنا زودنا 5 سراير رعايه، هم تقريبا خلصوا وان شاء الله يتم تشغيلهم في خلال اسبوع او 2 من النهارده. كمان كان ليكوا دور في تنفيذ او المساعده في تنفيذ كثير من المبادرات الرئاسيه زي 100 مليون صحه، عملتوا ايه بالظبط؟ احنا جميع المبادرات الرئاسية مستشفيات المؤسسة مشاركة فيها، واخرهم صحة المرأة والطفل بقت موجودة في جميع العيادات. مكاتب خدمة المواطنين بقت موجودة في جميع المستشفيات بتاعتنا. الصحة النفسية بقت موجودة في جميع المستشفيات بتاعت المؤسسة. كل دي يعني مبادرات جديدة احنا داخلين في جميع المبادرات. فطبعا وبالنسبة ل 100 مليون صحة احنا شاركنا فيها من بدايتها اكتر من 400,000 مواطن تم خدمتهم
في 100 مليون صحة في مستشفيات المؤسسة. أنا بس عاوز أتوقف عند الصحة النفسية. أي. إيه الخدمات اللي أنتوا بتقدموها وإحنا إزاي يعني نتعامل معها كمرضى؟ يعني المريض يروح فين ولا يعمل إيه؟ بناء برضو على توجيهات معالي الوزير من حوالي شهرين، وصى سيادته بأن يبقى فيه عيادة للصحة النفسية في كل مستشفى. بالفعل تم التعاقد أو عمل بروتوكول تعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية علشان تمد المستشفيات باستشاريين وأخصائيين أمراض نفسية، وده بالفعل على الأرض بدأ تنفيذه، ومعظم المستشفيات دلوقتي وجاري استكمال الباقيين بقى في عيادة الفترة الصباحية على ما نشوف نقدر نمدها للفترة المسائية برضو للصحة النفسية. حلو والله، يبقى زي عيادة بطنة بالظبط. لا موجودة عيادة عادية، عيادة مثلا أنف وأذن وحنجرة، أي جلدية، موجودة في كل المستشفيات، يبقى في صحة نفسية، تبقى موجودة في كل المستشفيات. دي حاجة يعني إضافة طبعا مهمة، مهمة جدا الحقيقة. يعني في كورونا كان يعني الدنيا يعني قلق شديد في كل المستشفيات، انتوا عديتوا بالفترة دي ازاي؟ من بداية الكورونا لحد نهايتها كانت كل مستشفيات المؤسسة بتقدم كافة الخدمات لمرضى الكورونا. مستشفى هليوبلس اشتغلت عزل بالكامل طوال فترة الكورونا على مدى الموجات كلها. باقي المستشفيات كانت بتقدم الخدمات بتاعت الكشف والتشخيص والفرز وصرف العلاج ومتابعة العزل المنزلي وحجز الحالات سواء في الأقسام الداخلية أو في الرعايات، والحمد لله من فضل ربنا يعني كانت النتائج يعني أكتر من ممتازة. المباني حصل فيها تطوير والأجهزة كمان حصل فيها تطوير بالزبط. بنسبة إيه؟ يعني أنا دلوقتي لما أدخل أحد المستشفيات التابعة لحضراتكم هلاقي الكواليتي عامل إزاي؟ طبعا نسب الإنجاز بالنسبة للتطوير مختلفة، ولكن بتصل في بعض المستشفيات زي مستشفى مبرة المعادي تصل أن خلصت 90% تطوير، مستشفى هليوبلس خلصت 80% تطوير، وتتوالى بقى مستويات نسب الإنجاز. المهم في الموضوع الأهم من التطوير في حد ذاته، أولا أن التطوير بيتم في زمن قياسي، يعني ما فيش حاجة اسمها إيه إحنا بنطول المستشفى مثلا فهنقفلها 5 سنين أو 3 سنين. الخدمة ما بتقفش، بتفضل المناورة بالخدمة. هنقل مثلا العمليات من الدور الثاني، هشغل العمليات الدور الثالث على ما خلص تطوير دي، وبعدين أخد التانية وهشغل الأولانية وهكذا. والرعايات نفس الشيء، الأقسام الداخلية نفس الشيء، فالخدمة بتفضل مستمرة. الأجمل مشاركة المجتمع في التطوير. ازاي؟ المتبرعين. والله بيبقى في ناس تقدر تتبرع، في شركاء في موضوع التبرعات للتطوير بأرقام يعني تفرح. طبعا في منها بنوك، بنك السي اي بي، البنك الأهلي، بنك مصر، بنك فيصل. التبرعات بتصل إلى أن المشروع الواحد بتكلفة 15 مليون جنيه. البنك متبرع بالمشروع بالكامل. وعندنا عدة مشاريع شغالة حاليا كلها متبرعين. فالأجمل من التطوير في حد ذاته أن الخدمة ما بتقفش، أن ده مشاركات مجتمع مدني، أن هي بتتم في أسرع وقت. ويضاف لكده أن النتيجة النهائية بدون مبالغة 7 نجوم، مستوى مش 5 نجوم، 7 نجوم. فعلا حقيقي هروح اشوف، هتنورينا. يعني نموذج التطوير دلوقتي في المنشآت الطبية والمؤسسات الصحية ما بقاش زي زمان انك تهد وتبني، لا ده بقى يعني من اول ما يعني بتعمل خدمة علاجية متميزة، الرقمنة، كمان تطوير الأطقم الطبية. بتبصوا ازاي للموضوع ده وبتعملوا ايه مع الأطقم الطبية وبتختاروهم ازاي وبتطوروهم ازاي عشان يبقى الموضوع يعني 7 نجوم ودكاترة كده 7 نجوم برضه، يبقى تبقى منظومة متكاملة بالزبط. وكمان تمريض 7 نجوم حقيقي، لأنه في أحيانا بيبقى في مشكلة في التمريض حقيقي. مبدئيا طبعا احنا مهتمين بالتدريب جدا جدا. السنة السابقة تم تنفيذ 111 حدث تدريبي، 111 ايفنت يعني،
بعدد أيام تدريبية 352. يعني هي السنة 354 يوم، يعني طول السنة طول السنة في تدريب. والأجمل أن التكلفة ما كانتش كبيرة، لأن معظم التدريبات كنا بنجيب راعي، يعني حد يتولى الصرف على التدريب، طبعا معظمها شركات أدوية. فطبعا مهتمين بهذا الأمر جدا. التدريب بيشمل تعليم التمريض، مش الحاجات التمريضية، لا، بيشمل تعليمهم مهارات التواصل وضبط النفس والسيطرة على الضغط العصبي، ويعني بنؤهلهم بشكل مختلف، مش بس قصة الأداء التمريضي. دي حاجات طبعا مهمة جدا، لأنك بتتعامل في الآخر مع مريض وأسرة مريض، وبنشوف المشاكل اللي بتحصل في المستشفيات لما يبقى في خلاف أو توتر، وتحصل حاجات بتبقى في صفحات الحوادث، مش عايزين طبعا نشوف هذا المشهد. طيب، لما بعض الناس سمعت أنه في شراكة ما بين المؤسسة العلاجية والقطاع الخاص اتخضوا، قالوا إيه ده، الخدمات المجانية دي ممكن تبقى بفلوس؟ لا، الخدمات المجانية زي ما هي، الطوارئ، نفقة الدولة، التأمين الصحي، قوائم الانتظار، جميع الخدمات هتستمر زي ما هتشاركوا يعني في التأمين الصحي الشامل؟ التأمين الصحي الشامل ده أساسي. يعني التأمين الصحي الشامل ده توجه دولة إن شاء الله يكتمل في 2032. فكل مستشفيات مصر اللي مش هيشارك في التأمين الصحي هيبقى خرج من المنظومة. يعني هيقعد ما يعملش حاجة. طب عايز أرجع تاني بس للقطاع الخاص، الشراكة مع القطاع الخاص، هو في يعني طرق معينة للشراكة مع القطاع الخاص، يا إما بحق الإدارة أو بحق الانتفاع، أنتوا هتعملوا إيه؟ والله طبعا إحنا هنجرب النموذجين وهنشوف إيه الأنجح. قصة الإدارة هو أمر مش جديد، يمكن جديد علينا في مصر، لكن هو موجود في دول كتير، أن الإدارة بنجيب شركة إدارة شغلتها في الحياة إدارة، فيها ناس متخصصة علشان تدير، وبتاخد مقابل مادي أو نسبة من الأرباح أو من الدخل. فده نموذج، فده هنجربه إن شاء الله. نموذج تاني، حق الانتفاع ما بيبقاش بكامل المستشفى، يعني اللي جاي يشارك بحق انتفاع هيجي يشارك هياخد جزء، هياخد أرض فاضية، هياخد مبنى مش مستغل لسه ما اتطورش، فهو هياخد جزء، لكن خدمات المستشفى العادية كلها شغالة زي ما هي. يعني أعتقد أنه المريض اللي بيسمعنا أول ما هيسمع كلمة قطاع خاص، خد بالك يقلق. لا، ما احنا بنوضح إيه بس الفرق، ده المستشفى بقت قطاع خاص، لا لا لا، ده أنا هدفع فخاف أروح أصلا. لا 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 لا، الكلام اللي يعني اللي أسير عن لا طبعا الكلام ده مش صح. هتفضل كل الخدمات بنفس الأنظمة متوفرة في كل المستشفيات، بس بالعكس بتطوير اكتر طبعا طبعا، لان القطاع الخاص لما هيدخل، ما هو هيضخ استثمارات، يعني هيجي مثلا. طب هو هيكسب ايه القطاع الخاص كده؟ هو هياخد يشغل خدمات مش موجوده عندي، اعلى من المستوى بتاعي، بتكلفه اكبر. يعني على سبيل المثال، تكلفه عمل معجل خطي للعلاج الاشعاعي، للتشخيص، بتتكلم في ان مثلا ايه 100 مليون جنيه 200 مليون جنيه، ارقام كبيره. فهو ممكن ياخد مكان ما فيهوش الخدمه دي ويعمل هو الخدمه دي بشكل يخصه، واخد بال حضرتك، للفئه مدفوع. المستهدفه بتاعته هو، فهو مدفوع كل بقى. مدفوع يعني، ولكن ده ملوش علاقه بخدمات المستشفى اللي موجوده على الارض زي ما هي، ابدا نهائي ولا مليم خالص. خالص. طيب، حضراتكم بترسموا لعملية التطوير لمستشفيات التابعة لحضراتكم بشكل عامل ازاي؟ يعني زي عارف حضرتك في المقابلات تقول شايف نفسك في المقابلات بتاعت الشغل، شايف نفسك بعد 5 سنين فين؟ هو انتم شايفين المستشفيات دي بعد 5 سنين من دلوقتي هتبقى فين؟ هتبقى عاملة ازاي؟ معالي الوزير بيطلب مننا او طلب مننا فعليا خطة سنة وثلاث سنين وخمس سنين في كل المجالات، مش تطوير إنشائي بس. الخطط اتعملت وعرضنا خطة 23 ومقسمة ربع سنوي كل 3 شهور لوحدهم، ومعاليه هيطلب تقرير كل ربع سنة بنسبة كام في المية تم إنجازها
من خطة الربع الأول ثم الربع الثاني ثم الربع الثالث. فجميع الهيئات وضعت الخطط دي وخطط قابلة للتنفيذ وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق، وبمشيئة الله خطتنا إحنا بنهاية 24 هيكون 100% من مستشفيات المؤسسة تم تطويرها، يعني قدامنا سنتين مش خمسة. سنتين مش خمسة. 100% إن شاء الله من المستشفيات. في مستشفيات وصلت 90، فالمستشفيات دي هتخلص السنة دي. ففي بقى اللي وال 80 هتخلص السنة دي. فاللي أقل شوية هيحتاج كمان معنا 24 وتنتهي كلها تطوير. طيب في نقطة يعني عايزة أتوقف عندها تاني، لأنه بيجي لنا على صفحتنا بعض الأسئلة أحب دايما أبص عليها وأشوف يعني الناس بتفكر في إيه. بيسألونا عن عمليات القلب، وخصوصا عمليات القلب بتاعة الأطفال، هيبقى إيه الفرق بينكم وبين مثلا مستشفى زي أبو الريش مثلا؟ هو كفرق مستوى خدمة، مستوى خدمة طبية. إحنا طبعا جميع مستشفيات المؤسسة اللي اصطف فيها أساتذة جامعة، يصل عدد الأساتذة اللي موجودين في مستشفى لأكثر من 150 أستاذ. كلهم أساتذة جامعة. واستشاريين من القوات المسلحة. فمستوى الأداء يعني كمستوى أداء نفس مستوى أبو الريش. ده له تكلفة كبير طبعا. كمستوى إقامة. مستوى مستشفى الناس و57. وبالنسبة طيب المقارنة مع معهد القلب؟ احنا في مستشفى مبرة مصر القديمة عدد الحالات اللي بتتعمل شهريا، يعني احنا بننافس معهد القلب. والاستاف اللي موجود في مستشفى مبرة مصر القديمة من معهد القلب. فهو نفس برضو الخدمة الطبية كاحترافية خدمة طبية، هم أساتذة معهد القلب. كمستوى إقامة ممكن يكون عندنا أعلى. حاجة مهمة جدا، لأنه يعني في ناس بتبقى مهتمة جدا، هو أنا مين اللي هيعمل لي العملية مثلا؟ ناس تقول إيه، أنا أروح القصر العيني عشان يكونوا أساتذة اللي يعملوا لي العملية، أروح الدمرداش عشان يبقوا أساتذة. ففكرة إنه توفر الأستاذ دي فكرة مهمة، وعارفة إن ده بيبقى له تكلفة عالية جدا. هي دي سياسة المؤسسة من سنين، يعني من قديم الأزل، إن هي معتمدة في الأساس على أساتذة الجامعات. وإحنا برضو بتوصية من معالي الوزير تم توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لإمداد المؤسسة بالأساتذة بشكل ممنهج. يعني ما تبقاش عرض وطلب من السوق، لا، يبقى بنبعت لمدير عام المستشفيات اننا محتاجين تخصص كذا وكذا وكذا، بيبعت لنا اسامي الناس والارقام للتواصل معاهم ونبدا في تشغيل الخدمه معاهم. جميل جدا الحقيقه، بجد حاجه يعني انا شخصيا ما كنتش عارفه المعلومات دي. معلومات مهمه جدا، لانه في ناس ممكن تضطر تروح لمستشفيات خاصه وتبقى مش حلوه كمان، يعني دي حقيقة. وكتير من المستشفيات الخاصه بصراحه مش حلوه، واقبل بخدمه مش حلوه علشان انا فاكره انه ده اللي موجود وادفع فلوس كتير كان كمان. كان الفرق دايما ما بين المستشفيات الخاصه ومستشفيات وزاره الصحه في معظم الاحيان فرق فندقه. أنا بقول لحضرتك إحنا عندنا مستوى الفندقة أعلى من أعلى مستشفيات خاصة موجودة في مصر. بثقة، حضرتك بتتكلم بثقة شديدة. بثقة تماما. نعزم حضرتك تيجي تنورينا. لا لازم أجي أتفرج. إن شاء الله. لأنه بجد فعلا ناس كتير بتضطر تروح مستشفيات خاصة مش حلوة. حقيقي. ظنا منها إنها لو راحت الحكومي هيبقى وحش. حتى لو حلوة هو بيدفع بدون مبالغة 10 أضعاف. طيب أنت ما شفتش ده. طب شوف النموذج ده، الإيمج اللي موجودة قديمة شوية. التطوير اللي حصل في مستشفيات وزارة الصحة على مستوى كل القطاعات لا يصدق. حقيقي الإيمج مش حلو فعلا. ليه؟ قديم. عشان قديم. قديم. يعني محدش اللي خلاص لا أنا مش هروح مستشفى حكومي، ده خلاص أتبهدل. المبدأ ده هقول لك أنا أروح مستشفى حكومي عشان أتبهدل، المبدأ مع أنه بنروح الخاص وبنتبهدل. هم حافظينه قديم. لا يعني
أدعو الناس إن هي تروح تلقي نظرة بس تتفرج. بس احنا محتاجين نتوسع شوية في المستشفيات دي عشان يبقى فيه. على فكرة أنا مش المؤسسة بس يعني في كل القطاعات في تطوير. حضرتك دلوقتي المستشفيات اللي بيتم تطويرها المستشفى بتتكلف فوق المليار جنيه. مليار جنيه. حضرتك تتخيلي مستشفى مصروف عليها مليار جنيه هي مش مبنى بس كمان. بالظبط. أيوة مش بس يعني مبنى وأجهزة ويعني أطقم طبية مختلفة بالزبط. وأمن يعني موضوع بالزبط. بالزبط. كبير جدا. لا الشكل اختلف تماما. ايه اهم المستشفيات واهم التخصصات عاوزه بس في الاخر نقولها للناس عشان يبقى عندهم وعي بالمستشفيات فيها ايه تخصصات عند حضراتكم المميزه؟ المميزه هي طبعا التخصصات كلها موجوده ولكن يعني كل مستشفى بتتميز بايه. مستشفى مبره مصر القديمه فيها جراحه قلب وصدر اللي هي القلب المفتوح. هو طبعا ما بيبقاش قلب بس، قلب وصدر. يعني لو في حاجه في الرئه في العمليات دي عادي بتتعمل يعني موجوده. فدي مبرة المعادي. قلب المفتوح الأطفال ده طبعا حاجة برضو يعني عايز أقول إيه قليلة شوية مش موجودة في حتت كتير. في مستشفى مبرة المعادي في عمليات الرمض بتصل إلى زراعة قرنية، يعني زراعة القرنية عندهم بتتعمل زي اللوز يعني اللي هو إيه عادي يعني جميل جدا. كل يوم حالة زراعة قرنية عادي. حلو ده. والنتائج فوق الممتازة. جميل. مستشفى مبرة مصر القديمة فيها قسطرة قلب وبتركب دلوقتي القسطرة التانية يعني علشان يبقى فيه اتنين من كتر الضغط على يعني الدكاترة بتقف تشتغل على قسطرة القلب من الصبح لآخر النهار، فاحنا هنعمل واحدة كمان علشان يبقى فيه فريقين شغالين ندبل العدد. جميل. مستشفى هليوبلس فيها قسطرة قلب برضه، وقسطرة القلب بتشتغل يوم في الأسبوع قسطرة مخية ويوم قسطرة طرفية. يعني مش قلب بس، قساطر قلب وقساطر مخية وقساطر طرفية. كل المستشفيات بقى فيها جراحات أورام وجراحات مخ وأعصاب وجراحات تغيير مفاصل وعظام وعلاج كيماوي وطبعا التخصصات العادية الأطفال والبطنة والجراحة أورام. عندكم أورام وأورام في كل المستشفيات. كل المستشفيات والعمليات بتاعت الأورام وكل حاجة. العمليات بتاعت الأورام والعلاج الكيماوي بتاع الأورام وكله نفق الدولة وتأمين صحي. يعني المريض ما بيدفعش حاجة برضو. والولادة في اسكندرية دي طبعا مستشفى مشهورة جدا، دي برضو كلها مجانية. رمزية. 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 لأن الولادة ما بتغطيهاش نفقة الدولة. فبتبقى أجور رمزية. جميل جدا. والله الواحد الوعي لما بيكون عارف المعلومة مهم، علشان ما يروحش يضحك عليه في حاجه تانية. دي حقيقه. دي حقيقه. ده مهم جدا. انا فخوره جدا والله بحضراتكم عاملينه وبالتطوير الكبير اللي عاملينه في المستشفيات بتاعت حضراتكم، وان شاء الله يعني كده التطوير يبقى تطوير دايما اكبر واكبر زي ما حضرتك قلت لي بعد سنتين هيبقى التطوير هيتم بنسبه 100%. فيعني هنتابع مع حضراتكم دايما كل التطوير واحده واحده خطوه خطوه خلال السنتين دول، وان شاء الله كده دايما نبقى يعني على احدث النظم الطبيه الموجوده في العالم كله موجوده في مستشفياتنا المصريه. اشكر حضرتك. شكرا جزيلا دكتور محمد زكي السوداني رئيس المؤسسه العلاجيه في وزاره الصحه. اشكرك الف شكر. المؤسسه العلاجيه جزء مهم جدا من المنظومه الصحيه المصريه. كل عمليات التطوير اللي بتتم حاليا في هذه المنظومه هدفها رفع مستوى الخدمات الصحيه، زياده عدد اللي بيستفيدوا منها. ويمكن اهم عنصر بيميز عمليات التطوير الحاليه هو انه في رؤية للتكامل ما بين كل القطاعات بتاعة المنظومة الصحية بما فيها المؤسسة العلاجية، عشان الكل بيشتغل في اتجاه واحد ولهدف واحد، وهو تحسين أداء المنظومة الصحية لمصلحة المواطن المصري. أشكركم شكرا جزيلا. إن شاء الله أشوفكم يوم الأحد في مصر جديدة.